how to read and interpret a scientific paper. المحاضرة دي basically عن clinical studies وأنا حاطة قدامها كلمة 101. ده كود بنديه في teaching للكورسز حسب الليفلز بتاعها. كل ما يبقى الليفل صغير أو كبير كل ما بنعلى في الكود بتاعنا. ف 101 يعني أكنه زيرو ليفل. هو بداية الليفل دوت. أنا بس عايزة emphasize إن المحاضرة دي هي basically directed لنوفايس readers and writers. يعني هي basically للناس اللي لسه بيتعلموا كتابة بروتوكولات أو كتابة رسائل أو وبالتالي محتاجين يقروا papers ومحتاجين إن هم يعلقوا عليها. فده يخليني أقف كده لحظة وأشوف معانا كم واحد كم واحد معانا النهاردة عنده experience في كتابة أو قراية البيبرز. قدامنا بول يا ريت نشارك فيه كفكرة إن أنا أبقى عارفة الأودينس بتوعي مين والإكسبكتيشنز تبقى إلى حد ما رياليستيك. يا ريت نشارك في البول دوا علشان يساعدنا بعد كده في التيتشنج بتاع الكورس دوا. شكرا لكل اللي شاركوا معانا. ممكن نقول ان بيزيكلي اكتر ناس معانا هم النوفايس وده حاجه كويسه لان هو ده اللي دايركت ليهم. انا اعتبر النوفايس هم والاقل من 1 يير هم لسه ستيل نوفايس از ويل وهو ده الكورس دايركت ليهم علشان تبقى الاكسبكتيشنز بتاعتنا رياليستيك. عايزين نعرف ان الكورس ده about reading papers rather than it is about ان احنا نعمل حاجه اسمها critical appraisal ان احنا ننتقد او نعمل حاجه اسمها risk of bias assessment. طب انا اللي خلاني افكر في الكورس ده ان انا وانا بدرس الدكتوراه كان عندي list of readings كان حوالي 50 papers منها البيبر دي بتاع واحد اسمه هيل. البيبر دي حوالي 60 صفحه بتتكلم على الهيت اوف شورتنينج اند دايناميك كونسبت في مصر. دي في البايوميكانكس اللي هو الفيلد بتاعي تعتبر one of the classical papers اللي اي بايوميكانست لازم يقراها. البيبر دي في الاخر بتتكلم عن الـ velocity of contraction وعلاقته بالـ force production. ده السمري بتاع البيبر دي. انا قعدت في البيبر دي حوالي اسبوع. بعد ما خلصت ما عرفتش انا قريت ايه ولا افتكرت اي حاجه. اللي انا عارفاه من البيزكس بتاعتي القديمه ان كل ما الـ velocity of contraction هتزيد كل ما الـ force production هيقل. ده اللي انا عارفاه. لكن البيبر دي هي مش كده. دي عباره عن too much information. خرجت منها really don't know much. اوكي. بعديها بقى فيو ييرز كنت قاعده في مكان تاني مع ناس وبشرب زنجبيل اللي هو حاجه انا بحبها ولقيت حد بيقول لي خلي بالك ده بيرفع البلاد بريشر. فوانا قاعده I searched for a paper وطلعت بالبيبر دي بتقول لي ان actually ان الجينجر اللي هو الزنجبيل ممكن يبقى فيفربل افكت على البلاد بريشر وبيستخدموه في العلاج. الفرق ما بين المرتين مش كتير. المرتين كنت بقرا، المرتين ما كنتش بحلل الكواليتي اوف ذا ستدي بقول الستدي دي وحشه ولا حلوه، المرتين ما كنتش بكتب ماي اوبينيون، لكن المرتين كنت ببص على البازل بشكل مختلف، هل هي بيجر بيكتشر ولا هي البيتس اند بيسز اللي مكونه البازل. طيب الريدنج هو ون اوف ذا سكيلز اللي هي لما بتتطور بتوصلنا لسكيلز اعلى. فاحنا عندنا في التيتشنج عندنا كده حاجه اسمها بلومز تاكسونومي او كلاسيفيكيشن بيقول ان انا في الاول افهم. فلو انا فهمت اعرف لو انا فهمت قرايه بيبر اقدر ان انا اقراها لوحدي اقدر بعد كده احللها ولو عرفت اعمل كده اقدر اكتب انا بيبر ليتر اون. فاي حد عايز يكتب بيبر لازم يعرف يقرا بيبرز كويس. اي حد عايز يحلل بيبر محتاج ان هو يقرا بيبر كويس. يعني اللي عايز يعمل كريتيكال ابريزل اللي هو الاناليسيس والايفالويشن واللي عايز يكتب البيبر اللي هو الكرياتيفيتي محتاج الاول يفهم يعني ايه ساينتفك بيبر وايه المعلومات اللي اخدها وايه المعلومات اللي ما اخدهاش. جاست بس علشان الناس تبقى معايا انتوا هتلاقوا في البانل بتاعت البارتيسيبنتس تحت في يس نو جو سلوور جو فاستر لو في اسئله يو كان ريز يور هاند اند سو اون. فبليز استخدموا الحاجات دي وانا هشوفها بحيث ان انا اقدر انتر اكت معاكم. طب السبب الثاني في ان انا قررت ادي المحاضره دي ان مره كان احد one of my students كان كاتب مانوسكريبت وعملان له سبمشن
وريفيور كومنتد بيزيكلي على الانترودكشن وقال لنا ان في حاجات احنا كاتبينها هي بيزيكلي ما كانتش ريفلكتنج ذا تروث، ما كانتش اكشوالي البيبر قايلاها. انا قبليها كنت باخد فور جرانتد ان اي حد هيقرا بيبر هيكتبها يكتب منها صح. بعديها بقى عندي كده قاعده لازم في نهايه اخر قبل ما اعمل سبمشن لاي بيبر امسك ريفرنس اتاكد ان المعلومه جايه منه صحيحه، ولو مش صحيحه ادور على ريفرنس تاني. السبب الثالث ان في ناس كتير بتشتكي من البلاجرزم اللي هم ان هو بيعملوا كوبي اند بيست، ما بيعرفوش ياخدوا المعلومه هي موجوده كده فنعمل ايه. فالبلاجرزم اسهل طريقه لمنعها هو ان انت تدايجست اللي انت بتقراه. If you digest to understand what you are reading, هتكتبه by your own way. If you write it in your own way, you are not in plagiarism anymore. خلاص. فده basically reasons اللي خلتني افكر اني اعمل التوتوريال ده. والهدف من التوتوريال ده زي ما قلت ان انتوا reading paper, interpretation of paper. ان انا اخليكم او اساعدكم ان انتوا تشوفوا ايه الانفورميشن اللي نقدر نعملها extraction او نخرجها من كل part of an article. ونعرف ايه هي الحاجات المهمة اللي نبص عليها في بعض الاحيان. ايه الكومون ميستيكس اللي احنا ممكن تحصل لنا واحنا بنطلع معلومات، ونبراكتس بعض الحاجات دي على examples بيني على clinical trials. وهبتدي انتروديوس الكريتيكال ابريزل او ازاي اعمل جادجمنت على حاجات بسيطه في الكلينيكال ستاديز. طيب why should we read papers؟ ليه محتاجين نقرا papers؟ خليني نسال كده سؤال. الناس اللي معانا اصلا هل هم ريسيرشر؟ هنعمل بول دلوقتي عايزين نشوف في هل الناس اللي معانا دول ريسيرشر ولا هم كلينيشنز ولا هم ايه بالظبط. فده يدينا فكره اكتر الناس اللي معانا عايزه ايه. فما قدامكم بول يا ريت ان انتوا تشاركوا فيه. هل انت ستودنت بتكتب رساله او هتكتب بيبر او بتكتب بروبوزل؟ هل انت كلينيشن بتدور على ايفيدنس او اكاديميك؟ ايه هو الباك جراوند بتاعتك؟ علشان again you need to make sure ان التوتوريال ده الساعتين دول for you. جميل. انا هقول ان اللي احنا معانا وده حاجه تسعدني mainly students ده الماجوريتي وبعض ومعانا clinicians as well. طيب انا لما اجي ابص على ده اقول لك انت كستودنت ما انت كنت تحتاج تكتب assignment او تعمل presentation فمحتاج تقرا papers كتير. انا كان احد assignments اللي انا طلبت مني في امتحانات الدكتوراه ان اكتب 5 review papers in 20 days. فان 20 days I have to digest and read like حوالي 250 بيبر او 300 بيبر، كل 50 كانوا في دايركشن مختلف. الحاجه الثانيه you need to show your knowledge. لما تيجي تتناقش بالعلم او في حته فيها scientific discipline في setting محتاج ان الناس تبقى عارفه اللي بيتكلم ده عارف ايه ومش عارف ايه ويعرف ايه قد ايه، ايه المعلومات بتاعتك، هل هي قويه ولا لا. فلازم تقرا بيبر عشان تكفر دي. فمش كل واحد فينا بيتخصص في حاجه بيعرف في الحاجه دي. You have to have some general information. الحاجه الثالثه you need to support your arguments. يعني انا وانت نختلف علميا المفروض الاجابه مش رايي ورايك، الاجابه الايفيدنس بيقول ايه او ريسيرش بيقول ايه. رايي ورايك في حد ذاته حاجه جميله بس هو ده الباتم بتاع الايفيدنس، لكن لما نتناقش علميا الارجمنت ساعتنا بيترد عليها علميا. Find a research idea. الماستر ستودنتس ال 17 اللي معانا والدكتوريت ستودنت ال 8 اللي معانا محتاجين ان هم يدوروا على ريسيرش ايديا، فبالتالي محتاجين يقروا بيبرز عشان يعرفوا النص وصلت لايه وهو يروحوا لفين او ايه النكست ستيب. Search for a clinical solution. If you are a clinician, you need to find a solution. Sometimes you need to read papers. But be very careful. In being a clinician without research background, ممكن يخليك تقرا بيبر بإيفيدنس يقول إن هو حلو بس هي basically مش حلو. ف you have to be very careful. الحاجة التالتة judge article. سواء ده كassignment واخدها، سواء أنت بقيت reviewer، سواء أنت بتقرا وبتكتب في رساله او في بروبوزل وبتنتقد حاجه، سواء ان جي ريفيور بعت كومبليننج من بعض الحاجات الميستيكس اللي عندك وعايز ترد عليه، فبترد عليه بان انت بتكريتيسايز الورك اللي هو قاله او الحاجه اللي بيقول ان هي احسن من شغلك and so on. واخيرا مفيش اسهل من ان انا اكتب ان انا اقرا. القرايه دي عباره عن تمبليت، اي بيبر قدامي عباره عن تمبليت اقدر امشي على فولو الستبس بتاعته عشان اعرف
اكتب ازاي. لو انا دخلت على جورنال جديد هبص على الاوثر جايد لاينز، بس في حاجات ممكن تبقاش واضحه ليا من غير اكزامبل، فاحسن حاجه ادور على بيبر اتنشرت قريب واحطها قدامي از تمبليت اقدر استخدمها. خلاص طيب، يبقى ده الاسباب اللي ممكن اي حد فينا يحتاج ان هو يقرا بيبرز فيها. طيب البيبر دي علشان نبقى عارفين احنا بنتكلم على ايه، بنتكلم على سكريبت ستوري ما فيهاش لات وعجب، لا it is a clear story فيها مسج to the point ما فيهاش ambiguity. انا مش عامله هنا فوازير ولا بعمل سربرايز للناس اللي حواليا ولا بديهم بازل، انا بديهم مشكله وحلها بطريقه very clear very obvious and صعبه. طالما بنتكلم على research paper احنا بنتكلم على written story، بس هذا لا يمنع ان الستوريز ده تتغير. فزي ما احنا بقى عندنا مثلا دلوقتي online teaching بقى في other way of delivering the story، مش مجرد article، لا دلوقتي بقينا نلاقي في عندنا journals بتنشر paper عباره عن فيديو، انت بتكتب المانوسكريبت بتسبمت المانوسكريبت if it is accepted بيبعتوا لك فريق يصور معاك البيبر as a man, as a, يعني as a scenario، بيتعمل لها سيناريو ويتنشر كفيديو كفيلم. اوكي دايما دلوقتي بقى في بعض الاحيان بيطلب منا سواء كابستراكت او اكتر ان احنا نعمل الشغل بتاعنا الريسيرش ورك بتاعنا كصوره جراف كوميكس وات ايفر. فالبيبر اللي بتكلم عنها هي اي ميثود اوف ديليفرينج انفورميشن خاصه بالساينس. اوكي ريسيرش message that's what I'm talking about. في اي لحظه من لحظات regardless هي صورتها ايه ان شاء الله حتى كوميك زي ما انا قلت، مهم انها تبقى valid story. يعني ايه valid story؟ يعني story بتحقق المطلوب منها. وايه اللي بتحقق من المطلوب منها؟ انها بتقدم سؤال، وانا هنا بعدت من عن الريسيرش مودلز بتاع البيكو وقلت يكون سؤال سمارت زي الناس بتوع الكواليتي ما بيقولوا او زي الناس بتوع المانجمنت بيقولوا. يعني ايه سمارت؟ يعني يكون سؤال سبيسيفيك، مش بقول ما اجي اقول هو الدنيا دي حلوه، الحلاوه ليها ليفلز كتيره. السؤال هنا مش ميجربل، الحلاوه في عين واحد غير واحد تاني. اتينبل حاجه نقدر نقيسها، يعني ما اقول لك انا عايز اشوف وزني هيبقى ايه على المارس، well I cannot go up to Mars عشان اقدر اعملها، ممكن اعملها حسابات، ممكن ما اعرفش اعملها حسابات لو ما عنديش داتا. الحاجه التانيه انها رياليستيك. اوكي وفي اخر حاجه هي تايم بوند، يبقى السؤال بتاعك عايز تحدده، انا عايز اشوف اللونج تيرم افكت الشورت تيرم افكت الايميديت افكت، عايز اشوف بعد اسبوع بعد 10 سنين، عايز احدد سؤال يطلع مني بحيث ان انا اقدر اجاوب عليه في الات ذا اند اوف ذا ستوري واقول اه ينفع ما ينفعش بنسبه قد ايه. اوكي وعشان اقدر اجاوب على السؤال لازم ادور على ميثود تخليني اقدر اجاوب على السؤال. عشان اوصل لاي تارجت محتاجه طريق، الطريق ده لازم يكون valid، ودي كلمه اسمها internal validity. يعني المسج لو انا عايزه اقيس blood pressure لازم اقيسها بسفنكومانومتر اللي هيقدر يقيس لي blood pressure. لو رحت قيست blood pressure بالثرمومتر probably what I'm doing is quite wrong. اوكي فمحتاج عشان انسر السؤال بتاعي ان يبقى عندي سؤال specific وليه method صح اقدر اجاوب بيها. والانترنال فاليديتي ده الجزء اللي ناوي يشتغل بعد كده او محتاج يتعلم بعد كده كريتيكال ابريزل. هو بيبتدي بالسؤال الكريتيكال ابريزل، بس بيأهم منه الانترنال فاليديتي ده اللي بياخد اكتر ويت في اي كريتيكال ابريزل. ايفينشوالي بعد ما بتجاوب السؤال بتدي اجابه، الاجابه دي تطبق على مين؟ تطبق على اي بوبيوليشن، اي حد ولا لا؟ لما اجي اقول ان البانا دول حلو للناس، اي ناس اللي عندهم ني بين؟ اوكي اني ني بين الكرونيك ولا الاكيوت؟ يبقى لازم ابقى محدده السؤال بتاعي عشان اوصل لاجابه محدده وعن طريق ميثود valid يعني صح اقدر اوصل للاجابه دي مش باي حاجه. طيب ريدنج والرايتنج واي سكيل هو عباره عن ليرنينج كيرف. يعني ايه ليرنينج كيرف؟ It is difficult at the beginning, it's frustrating، بعد كده بتبتدي تتحسن واحده واحده. اوكي فكل ما هقرا اكتر كل ما هيبقى عندي better way of understanding information وابقى اسرع. كل ما هقرا في different disciplines، كل ما هقرا من journals مختلفه، كل ما قدرتي على القرايه واستيعاب المعلومات هتتحسن، وبالتالي قدرتي على الكريتيسيزم هتتحسن، وبالتالي قدرتي على الكتابه هتتحسن. فات از ليرنينج كيرف، زي ما كلنا ابتدينا واحنا صغيرين نتعلم حروف او letters بس، وبعد كده كلمات، وبعد كده نحط جمله، وبعد كده نقرا الجمله دي، وبعد كده او comprehension زي ما كنا بناخده، وايفينشولي كان بيجي بعديها التعبير او الاكسبريشن بتاعنا او الكومبوزيشن. فهو اتس ذا سيم، نو ديفرنس بتوين اول، كله حاجه واحده. اوكي ولو اختلفنا فيها. طيب وانس ان انت قررت تقرا بيبر
او ناوي تقرا بيبر، انت محتاج تحدد ايه التارجت بتاعك من القرايه دي. هل انا عايز اخد فكره عن البيبر دي تنفعني ما تنفعنيش، اروح اقرا سريع سكيمنج، هبتدي كده القط كلمات معينه ادور عليها بتحقق اللي انا بدور عليه ولا لا. وعلى فكره انت بنعملها كتير، يعني احنا لما بنيجي نعمل سيستماتيك مش كل حاجه بنقراها ان ديتيل، احنا ساعات بنعمل سكيمنج سريع على في مثلا في البايلوت ستيج عشان نعرف هل المعلومه اللي احنا بندور عليها هنلاقيها ولا لا. لو التارجت بتاعك ديتيلز يبقى عايز تاخد كيرفول ريدنج. هل لكل البيبر؟ مش لازم، ممكن لاجزاء معينه. ممكن يبقى الكيرفول ريدنج بتاعتك لو انت عايز تكتب حاجه عن ميثودولوجي هي الميثودز، ممكن يبقى الكيرفول ريدنج بتاعتك هي الريزلتس بتاع البيبر دي الحاجه اللي تهمك. ممكن الكيرفول ريدنج بتاعتك تكون على الانتربريتيشن بتاع الريزلتس وهكذا. طب اي بيبر هي ليها اناتومي. الاناتومي بيبتدي بان انا عندي تايتل، بعرف ناس انا مين البيبر، مين اللي كاتبني، بعد كده ادي سامري عشان if you really want to read او لا، بعد كده ابتدي ادي introduction عن البيبر بتاعتي مرورا بالماتيريالز والميثودز والريزلتس والدسكشن وايفنتشوالي الكونكلوجن. انا عايزه بس اقف ان انا هنا اجيب مش باتي كريتيكال ابريزل بس باتي بوينتس. في ناس تقول لك اول حاجه في البيبر تعرف ان البيبر كويسه ولا لا الاوثرز. فعلا الاوثرز بيرفلكت هم البيبر دي جايه منين. لو جايه من كي اوثر شغال في الحته دي تعرف بروبابلي ان الراجل ده يعرف اكثر من اي حد تاني. ودي حاجه برضك مهمه ان انت لما تيجي ليتر اون بعد ما تتعلم قرايه او لما تيجي تتعلم قرايه وعايز تدور على بيبر هتدور ساعات باي ذا اوثر. الراجل ده احسن واحد في الفاشيه، لو انا عايزه اعرف حاجه عنها هروح ادور على الراجل ده عمل ايه. اوكي، بس خلي بالكم ان الكلام ده مش صح. يعني ده اكزامبل على احد البيبرز اللي اشتغلت بالنانو تكنولوجي في الايرلي 90s بطالب دكتوراه اسمه فينر. فينر ده عمل ا فيو بيبرز، هي البيبر دي اتنشرت من عنده اللي اتعرف بيها واتسايتد 2000 مره، بعد كده فينر ده اختفى. يعني لو انا جايه اقرا بيبر وهحكمها بالاوثر اقول لك مين فينر ده؟ ده طالب دكتوراه، ده ناثينج، لسه ملهوش في الساينتفك فيلد، ما اتعلمش لسه في الساينس، ده لسه بيتعلم. لكن اكشولي البيبر بتاعته كانت ا بيج بيج بارادايم شيفت في الهيلث كير وكانت بدايه النانو تكنولوجي. اوكي؟ طيب اللي بيهمنا اكشولي في البيبر هي بدايه من التايتل. التايتل والابستراكت هما بيزيكلي ليس اكثر او اقل من ترافيك ساين، بتقول لك جو اقرا البيبر، ستوب اتس نوت فور يو، او ويت ايم نوت شور محتاجه اقراها ولا لا. اوكي؟ طيب والترافيك ساين دي بتقول لك بعد كده لو هتجو يبقى هتقرا بقيه البيبر، مش هتجو يبقى يو نو يو ابورت يو دونت هاف تو جو ثرو ذا هول هاسل بتاعه القرايه. لو البيبر دي مش عارف هتحتاج ان انت ميك شور مثلا انت عايز تدور على بوبيليشن ناس عندها اوستيو ارثرايتس هي شونت الركبه في مثلا الميديال تيبيال فيمورال سايد او كومبارتمنت، هتروح على الناس تحت تقرا هو كاملها في الميديال ولا لا. اوكي وهكذا. طيب ايه هو اللي ممكن نعرفه من التايتل والابستراكت؟ ويل ساعات لو مكتوب كويس وكل حاجه هتبقى كده، لو مكتوبه كويسه او مش مكتوبه كويسه، لو ايديال والكلاسيكال ومكتوبه صح هتقدر تعرف منها البوبيليشن اللي بيتعامل معاها. اوكي، هتقدر تعرف منها الاستادي ديزاين اللي هو بيجاوب بعد كده على البيربوس. احنا اللي عارف فينا استادي ديزاين عارف ان لو كلينيكال ترايل انا غالبا بدور على افكاسي او سيفتي، لو انا بدور بتكلم على اوبزرفيشن بتكلم على اسوسيشن، لو انا كاتب كلمه سايكومتريك بروبرتيز غالبا بتكلم على دايجنوستيك اكيرسي، لو انا كروس سيكشن بتكلم على بريفالنس، يبقى الستدي ديزاين هيعرفني غالبا البيربوس بتاع الستدي. شايف كلمه غالبا؟ اتس عنوان، اتس اسم، الاسم ده مظهر، لسه التفاصيل دي ليتر اون بتجامب ان. وفي بعض الاحيان ممكن يعرفنا الاوت كم، او بعض الاحيان يعني مثلا فاجين التايتل بيقول لك وات ذيس انسكريبت از اباوت، هل هو محتاج التايم والافورت بتاعك ان انت تبروسيد ولا لا. تعالى ناخد اكزامبل هنا. انا تعمدت اجيب اكزامبل يكون a little bit generic. effect of mindfulness based stress reduction، ده نوع من السايكوثيرابي للو باك بين versus cognitive behavioral therapy or usual care on back pain and functional limitation in adults with chronic low back pain randomized clinical trial. مجرد قريت randomized clinical trial يبقى هو بيتكلم على clinical efficacy، يبقى بيشوف treatment كويسة ولا لا، وبيشوفها في بيشوف اني تريتمنت، بيشوف ثلاث انواع: المايندفول بيست ستريس ريدكشن، بيشوف الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، بيشوف اليوجوال كير في اني بيشنتس في الادلتس اللي عندهم كرونيك لو باك بين. كرونيك لو باك بين يعني بين ات ذا لور باك واكثر من ثلاث شهور. طيب بيشوفوا في ايه؟ بيشوفوا في التو دومينز او التو اوتكمز البين والفانكشن ليميتيشن. يبقى لو انا انترستد في دوا هدور هيبقى البيبر دي فور مي، لو انا انترستد في الثيرابي ده على الاتيتيود على البيهيفير يبقى غالبا البيبر دي مش هتساعد.
Okay. Another example, vitamin D deficiency is associated with progression of knee arthritis. هو هنا مش كاتب الـ study design، مش كاتب الـ population هي مين، بس osteoarthritis knee يبقى احنا بنتكلم على adults. اوكي طيب بيتكلم وبروجريشن يبقى غالبا برضك على adults او elderly. اوكي طيب هل هو هنا بيكلمني على research design؟ هو مش كاتب research design، تاني مش عارفه الباب، بس لا في كلمه ممكن تقول لي association، يبقى دي عباره عن observation study، قد تكون cohort study، قد تكون cross section study، قد تكون اي نوع من case control، اي نوع من هذه studies. طب هو بيدور على ايه risk factor؟ على vitamin D deficiency. اوكي بيدور على ايه outcome؟ على ال progression of osteoarthritis. يبقى العنوان قال لي basically what this study is about، محتاجه ده ولا انا عايزه بالعلاج؟ هل العلاج vitamin D deficiency هيحسن؟ يبقى لو انا بدور على السؤال ده يبقى ده مش الاجابه، مش هلاقيها في البيبر دي. Another study او another title، the cognitive impact of chronic low back pain positive effect of multidisciplinary pain therapy. Well هو واضح ان هو بيتعامل هنا مع عيانين عندهم chronic low back pain وبيشوف الحاجه اسمها multidisciplinary pain therapy بس هو وبيشوف فيها cognitive impact، بس هل هو عامل ريفيو؟ عامل clinical trial؟ It's not really quite clear. هل دي clinical trial phase 4 بيسميها observational post marketing؟ It's really not quite clear. I cannot tell much من العنوان. Another عنوان، خلي بالك الساينس في ناس بتحب، هو كتابة البيبرز از ارت، فمش كل واحد هيكتفي بان هو يكتب، في واحد هيكتب وفي واحد هيمارس الارتستيك creativity skills اللي عنده. اوكي فمثلا هنا عندنا بيبر عنوانه ashes to ashes، من التراب للتراب، this to this يعني. اوكي thermal contact burns in children caused by recreational fires. well ال paper دي you really don't know much، هي بتشوف الناس الاطفال الصغيرين اللي حصل لهم burn في بسبب recreational fires، زي مثلا fire work اللي بيتعمل في اي في المناسبات. ال paper دي by the way one of the papers اللي اتاخدت كتايتل ليها is a very unique title و very unique inappropriate title، ان دي حاجه يعني ممكن تكون محبطه لبعض الناس. Another example لحاجه مش clear، role of childhood aerobic fitness in successful street crossing. هل هو بيجيب الاطفال ويحسن الايروبيك فيتنس بتاعتهم ويشوفوا هيعدوا الشارع ازاي؟ هل هو بيشوف الاسوسيشن ما بين اللي بيقدر يعدي الشارع او يموت او يحصل له حادثه والتشايلد والفيتنس بتاعته؟ It's really not clear، مش هعرف غير لو انا دخلت بصيت على الستادي. اوكي ده يبقى بالنسبه للتايتل. الجزء يبقى احنا كده خلصنا الاوثر والتايتلز، نيجي بعد كده للجزء الاولاني في البيبر بقى كبادي. انا الابستراكت هو ملخص يا يكون سفشنت يا انسفشنت. اوكي هو بيلخص بقيه البيبر. طب نيجي للجزء اللي بعد كده اللي هو الانترودكشن. انترودكشن هو الهوك اللي انا هجيب اللي قدامي واقنعه ان هو يقرا البيبر دي ويكملها للاخر لانها انترستنج. كتير منا لما بنقرا نوفل بنقرا النوفل اول صفحتين ونقفلها وخلاص مش عايزين نبص فيها تاني، وكتير منا اول صفحتين يخلوه يقرا النوفل ما يقفلهاش غير لما تخلص. اوكي فديس از ذا انترودكشن، يو ار سيلينج يور ايدياز، اتس ا ماركتنج. فعشان تو ماركت في الهيلث كير عاده بتبتدي بهوك، تدي حاجه تجذب انتباه اللي حواليك، عاده بتتكلم عن بروبلم سايز سوشيال امباكت، حاجه تاثر على المجتمع از هول، على الكواليتي اوف لايف المجتمع از هول، لان الريسيرش از اباوت كوميونتي. وبعد كده بتيجي تتكلم على ايه المعروف عن المشكله دي كعلاجها او اسبابها، وايه هي الحاجات اللي مش معروفه او الجاب اوف نوليدج. طب ايه هي المشكله اللي موجوده في اللحظه دي اللي احنا ممكن نقدم سوليوشن ليها، وينتهي الاوثر ان هو يبروبوز بيربوس للستادي بتاعته عشان يعمل سوليوشن للمشكله اللي اتكلم عنها. طيب اهم حاجه من الانترودكشن هو ريسيرش question with purpose of the study. الباقي actually much, يعني really يعني doesn't add much to you unless ان انت بتدور على source of information. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لما اجي اقرا بيبر ممكن اعدي خالص الانترودكشن، I really don't care much about it. اوكي؟ لو انا عايزه اقرا سريع هروح على research question وبعد كده على results زي ما هنعرف later on. طيب الناس اللي عايزه تقرا الانترودكشن ممكن تقراه عشان تفهم هو الموضوع بيتكلم على ايه، انت واحد بره الديسيبلين ده، واحد مش التخصص بتاعك، مش كوملي بتقرا في الموضوع ده، فعايز انتروداكشن تفهم واتس جوينج اون. اوكي؟ لكن اللي هتاخده اكشولي من البيبر دي هي ريفرنسز، انفورميشن، سورس اوف انفورميشن. هو الراجل هنا جايب كوتيشن من ناس، ما
فلو انت عايز تعرف المعلومه اكتر انت مش هتاخدها من السورس ده، انت محتاج ترجع للسورس الاصلي. وده يخلينا نقف عند الريفرنسز. اي بيبر فيها ريفرنسز اعرف ان يكون الريفرنس ده يا برايمري يا سكندري. برايمري يعني هو واخد من صاحب الشغل الاصلي، سكندري يعني واحد قال عن واحد قال عن واحد. بعض الاحيان بنلاقي جمل من غير اي ريفرنسز فاكتس، يعني كلنا عارفين ان في حاجه اسمها جرافيتيشنال فورس، كلنا عارفين نيوتنز لو، مش محتاجين نكتب الريفرنس بتاع نيوتنز لو. اوكي اتس نون، اتس ا نون فاكت دلوقتي في الفيلد بتاعنا. فالسورس اوف انفورميشن اللي تقدر تاخدها هي البرايمري سورس اللي موجوده، بس ما تاخدهاش كده، انت ترجع لها علشان تستفيد منها. يعني انت بيزيكلي اللي هتاخده من الانتروداكشن هو البيربوس اوف ذا ستادي او ريسيرش كويتش. اوكي اللي محتاج تعرف هو هيعمل ايه، ومحتاج تعرف هل اللي عمله ده كان جاستيفايد ولا لا. لكن اذروايز انت مش محتاج اكتر من كده. الريفرنسز لو عايز تزود الريفرنس اللي عندك بس بي سمارت زي ما هقول دلوقتي. يعني مثلا نرجع لنفس البيبر دي دلوقتي، لو انا طبقت الكلام عليها دي، هو اجين هو بيشوف ثلاثه تريتمنت، اثنين سايكوثيرابي وواحد حاجه مسميها يوجوال كير، على الفانكشن ليميتيشن والادلت سوري والبين في الادلتس اللي عندهم كرونيك باك بين. لو بصيت على لو جيت فسرت او فصصت الانترودكشن بتاعه، لو اول حاجه اتكلم ان هو it's a leading cause of disability in US. الريفرنس ده بيتكلم عن US. If you are interested في disability prevalence في US, this is the reference you go for. If it is not, be smart, search for another. الحاجة اللي بعد كده بتيجي تتكلم ان في different treatment options. بس التريتمنتس دي مش بتاخد كل حاجة او مش بتكفر كل حاجة احنا محتاجينها. ابتدى يبروبوز solution من خلال psychological factor ان ليها رول، وبالتالي ممكن تلعب يعني تلعب حاجه strong effect في ال relief of this problem. فيبتدي emphasize the problem او الراشنال اللي هو عمل الاستادي عليه، و eventually ينتهي بال purpose of the study، سواء كان مكتوب في صوره purpose يعني action، انا ه investigate ه compare هشوف ال effectiveness اوكي، او في صوره statement اوكي، يبقى او صوره ريسيرش كويشن، يبقى الكويشن بتاعنا كذا كذا، او في صوره educated guess، انا بجس ان هيحصل كذا بيست على قرايتي. فيحط لك حاجه اسمها هايبوس، زي ما هنا كاتب لك هايبوسس، كاتب لك وي هايبوسسايز ذات ادلتس ويز كرونيك باك بين راندمايزد تو المايند مايند ثيرابي، يعني would show greater short and long term improvement in back pain related functional limitation, back pain, bothersomeness and other outcome as compared with those randomized to UC اللي هو ايه؟ UC اللي هو traditional care. اوكي وهكذا. اوكي يبقى هو basically ده الهبص بتاعه هو عبارة عن بيربس، بس في guessing، هو بيجس كمان مش بيربس، بيجس هيلاقي في الاخر بيز على القرايات بتاعته. طيب لما اجي بقول بي سمارت وانت بتاخد reference، لو انت رحت للreference ده وبصيت في pub med هتلاقي ان basically في عندي حاجة هنا اسمها similar status. اوكي لو انا جيت اهو، اهو انا هنا على باب ميت هلاقي سيميلر ارتكلز. لو انا كليكت على سيميلر ارتكلز هيطلع لي السيميلر ارتكلز ريليتد لي. فبي سمارت ان انت مش لازم تاخد الريفرنس ده، انت ممكن في بعض الاحيان تحتاج ان انت تروح تشوف ايه الريفرنس الجداد، يمكن الريفرنس ده قديم، يمكن نوت ريلي فيري ريليتد للورك بتاعك. فانت محتاج ان انت كل مره هتشوف ريفرنس وقررت انك تاخد منه تروح للريفرنس الاساسي. اوكي شوف الريفرنسز الاجدد منه، وانت بتشوف الريفرنس الاجدد منه محتاج تدبل تشيك ان الريفرنس اللي بنقول منه الكلام ده صح. اوكي انذر واي ان انت تروح لجوجل سكولر تاخد الارتكل ده وتروح لجوجل سكولر، وهيديك مش كده بس السيميلر ارتكلز، لا هيوديك حاجه اسمها سايتد باي. لو انت كليكت عليها هتلاقي ناس استخدموا ده كريفرنس، فبما انهم استخدموها كريفرنس هم ريليفنت لي وريليتد لي، فممكن تابديت الانفورميشن. اوكي فدايما بي سمارت. طبعا في حاجه ثانيه اسمها سكوبس سيرش انجن ثاني ممكن يديك بردك معلومه مشابهه وهكذا. يبقى انت بي سمارت وانت شغال في الارتكلز ان الريفرنس اللي هتاخدها ما تاخدهاش من الانتروداكشن از نوت ا سورس اوف انفورميشن دايركتلي ليك، ولكن هو بيبعتك الريفرنس الاصلي اللي انت تشوفه هيناسبك مش هيناسبك، وما تاخدش الريفرنس غير اتليست تكون قريت البيربس بتاعه والريزلتس. خلاص طيب وهكذا. طيب الانترودكشن
يعني regardless للستادي ديزاين ممكن تختلف تماما من ستادي لستادي ثانيه، ولكن دايما هتتشابه في حاجه. هتتشابه في ايه؟ ان الانترودكشن دايما مشكله، وبعد كده المشكله دي بنبتدي نتعامل معاها من ناحيه مثلا هنا ده اوبزرفيشن ستادي، نتكلم على مشكله قد ايه هي عامله ديسابيلتي، دايما هتلاقوا دايما الديسابيلتي والسوشيال امباكت اول حاجه، وبعد كده ايه العلاجات بتاعتها، وبعد كده هتنزل تحت هتلاقي طب ايه هي المشكله اللي مش لاقيينها، وايفينشولي هتلاقي يقول لك مثلا هنا بيقول لك ان في بروبلم. Okay, the problem here, evidence from animal studies suggests that parathyroid hormone may have a direct impact on subchondral bone. But the association between parathyroid hormones and knee osteoarthritis progression was not studied previously in humans. Okay, ويروح كتب لك بعد كده في الآخر the purpose of the study. خلاص ده هنا ده example على observational study. احنا كده خدنا example على observational study، وخدنا example على على نوع اخر من الستاديز اللي هو ايه clinical trial. الكلام ده ينطبق على احد انواع الستاديز الثانيه اللي اسمها narrative review. ايه narrative review؟ ده study بتحكي لك قصه، هتلاقي ان هو قاعد يحكي لك كلام كتير برضك ان ده highly prevalent، highly بيعمل disability، بيأثر على quality of life، وهيفضل يمشي معاك في كلام كتير لغايه ما في الاخر هيقول لك البيربس بتاعه، يقول لك ان this review اخر باراجراف ده البيربس اللي هو يعمله ومرتبه ازاي لو هو بيتكلم على narrative review. اوكي باي ذا واي الانترودكشن مش مطلوب انها تبقى كبيره، كل ما اكشوال الانترودكشن تبقى قويه كل ما الانترودكشن سوري كل ما الجورنال يبقى قوي كل ما يطلب منك الانترودكشن تبقى صغيره. ده لو انت ناوي تكتب، لما تشوف بيبر كاتب انترودكشن كبيره ما تحسش ان ده حاجه كويسه. اوكي خلاص ان هو بيتكلم عن حاجه مش معروفه خالص، لكن لو حاجه معروفه اتس ريلي ديفيكولت ان انت يعني تتوقع انك تلاقي استادي كويسه مديه مساحه للانترودكشن اكثر من اي حاجه ثانيه. يعني احنا هنا مثلا عندنا بيبر عباره عن كلينيكال ترايل راندمايز بلاسيبو كنترولد كروس اوفر ستادي، بيشوفوا الجينجر هو الزنجبيل والايبوبروفين على الاوسيو ارثرايتس. فكره الانترودكشن عباره عن ايه؟ وان باراجراف صغير اند ذاتس ات. اوكي فالانترودكشن بالنسبه للريدر unless ان انت نوفايس ريدر بتبتدي الانفورميشن بتاعتك اتس ريلي دازنت جيف يو ماتش اكتر من البيربس اوف ذا ستادي وليه عمل الستادي. انا بس هقف عند اكزامبل تاني وابص بعد كده على الاسئله. انا قاعده اقول ان احنا دايما بنقدم بروبلم، بس تذكر دايما ان الريسيرش مش حاجه ثابته، يعني الريسيرش از فاريبل والفاريبيلتي بتاعته بتختلف من ستادي لستادي. اوكي فخليني اوريك اكزامبل ثانيه واحده. البيبر دي كانت فيري انترستنج بيبر. البيبر دي اوبزرفيشنال ستادي اتعملت، كان بيزيكلي في لعيبه واحده من اللعيبات يعني كان عندها الاندروجين ليفل عالي ودخلت سباق، والسباق ده يعني تراي اثلون وكسبت فيه، وبعد ما كسبت وعملوا لها التحاليل لقوا انها بيزيكلي كانت عندها اندروجين ليفل اللي هي الناتشرال اندروجينز او التستيرونز عندها عاليه، فزي ديسكواليفايد هير وخدوا منها الشامبيونشيب. فرفعت قضيه والبيبر دي اتعملت عشان تجاوب على القضيه. البيبر دي البدايه بتاعتها هي بتارجت حاجه معينه، فالانترودكشن هنا مهمه جدا. هو بيحكي لك عن ان التستوستيرونز دول ممكن تاثر على اللعب وان هم ممكن بيحصلوا وبيأثروا على الناس ازاي، بس بيقول لك في الاخر القصه نفسها بيحكيها لك هنا، بيقول لك ان حصل ان في مثلا من اول هنا ان في سنسيتيف ايشو حصل، ان في واحده كانت انديان سيت دخلت الشامبيونشيب وبيحكي القصه كامله. الانترودكشن هنا غرضها هي البيبر، اوكي؟ بتديك القصه، اذروايز ممكن القصه ما تبقاش ليها معنى، عشان يديك الراشنال للشغل بتاعه هو بيسكلي جاب لك القصه من اولها لاخرها، اوكي؟ بس اللي عايز اسيبكم بيه في الجزء ده ان الانترودكشن اهم حاجه فيها هي البيربس اوف ذا ستادي، ولو انت عايز بعض الريفرنسز. اذروايز ات از نوت ا بيج ديل. الكلام ده صح في كل الستادي ديزاين. احنا قدامنا هنا كيس ريبورت. برضه it's just to give you a very short idea عن ايه هو اللي عمله وعمله ليه. اوكي فهو هنا بيتكلم على كوفيد، بيتكلم على حاله معينه كانت عامله كين ترانسبلانتيشن، وهنا بيقول لك في الاخر we present the case، بيقول لك الثيربست بتاعه. اوكي لو في حد عنده اسئله يعني انا لو انا سريعه عليكم هبطأ شويه، لو في اسئله please let me know. في حد عنده اي اسئله في الجزء ده؟ احنا كده خلصنا الانترودكشن وقلنا الانترودكشن اهم حاجه فيها هي البيربس اوف ذا ستادي والراشنال، ولو انا بدور على ريفرنسز بس ما اخدهاش ازز ولكن اخدها من
السورس الاصلي بتاعها وابديت السورس ده as well. في حد عنده اسئله؟ You can raise your hand if you have questions او post it على الشات. اوكي. طيب بعد الانترودكشن عندنا الماتيريال والميثودز. الماتيريال والميثودز هي بالنسبه لك عباره عن الكوكينج ريسيبي. وانت بتقرا فيها انت عايز تعرف لو انت انترستد في الميثودولوجي وعايز تتكلم على ديفرنت ميثودولوجي او تقارن بديفرنت ميثودولوجي انك تقرا الميثودولوجي بتاع البيبر اللي ببلش. لو انت عايز تعمل استادي مشابهه وعايز تريبليكيت it is the place where you look for information. اوكي. لو انت عايز تعرف اذا الشخص ده جاوب السؤال صح ولا لا في الكريتيكال ابريزل محتاج ان انت تقرا هو استخدم الميثود صح ولا لا. طب الميثودز عامه هي بتقول لك what the author did, how they did it and why. يعني مش بس بيقول لك انا اخترت عيانين بالشكل الفلاني بس ممكن يديك راشنال دي اختار الكوموربيديتي دي او شال الكوموربيديتي. اوكي. احنا عندنا موديل في الهيلث كير في كلينيكال ترايلز بنفولو اسمه بيكو موديل. البيكو ده بيتكلم على البوبيوليشن على الانترفنشن على الكومباريزون او الكومباراتور على الاوتكم اوف انترست. المفروض البيبر في الماسيف سيكشن بتبتدي تديك المعلومات دي بالتفصيل. يديك كل حاجه خاصه بالمعلومات دي. فبتقول لك البارتيسيبنت، بتقول لك ايه عن البارتيسيبنت؟ هم مين؟ يعني ايه هم مين؟ يعني ايه هم السوشيو ديموغرافيك كريتيريا بتاعتهم؟ لو عندهم ديزيز معين ايه شكل الديزيز ده؟ هل ليه سيفيرتي معينه؟ كرونيستي معينه؟ هل ليه بارامترز معينه؟ كاتيجوري معين زي كانسر مثلا ستيج 1 2 3؟ هل هو كرونيك؟ اكيوت؟ هل هو بيحصل له ريميشن وريلابس؟ وبيكلمك جاب الناس دول منين؟ وممكن هنا يحط لك العدد جابوا اختار العدد ده ليه؟ او يحط السامبل سايز ده ليتر اون في جزء من الميثودولوجي خاص بالستاتستيكال اناليسيس. طيب الهدف من البارتيسيبنتس ده ان انت تعرف ان هو واخد عينه دي اللي هيعمل جنراليزيشن عليه. يعني لو انت كلينيشن بتدور على ايفيدنس ولقيت ان هو بيدي ثيرابي معين علشان يخفف عيان بص على انكلوجن اكسكلوجن كرايتيريا. If it doesn't match your patient then probably this evidence is not for you. لو انت طالب وناوي تكتب بروتوكول او ناوي تكتب ثيسس محتاج ان انت تستخدم البارتيسيبنتس دول كسورس اوف انفورميشن تبني عليها البروتوكول او تقارن شغلك بشغل الاخرين. فلو انت عملت تريتمنت جابت افكت وواحد كان عامل نفس التريتمنت ومش جايب افكت اول حاجه بص عليها هم البارتيسيبنتس. هل البارتيسيبنت زي الاستادي بتاعتك ولا مختلفين عنه؟ اوكي. في سؤال جاي لي هو على الانترودكشن بس اسمحي لي يا رنا ارجع له في الاخر. اوكي. اكون جيت عند الانترودكشن. سوري يعني في الاخر اريكاب. طب يبقى اول حاجه في الميثودولوجي انت بتتكلم على البارتيسيبنتس بتاعتك. اللي المعلومه اللي انت عايز تاخدها الداتا دي تبقى جنرالايزد على مين؟ المعلومه اللي انت عايز تاخدها كواحد ناوي تكتب بروتوكول او تفكر في ايديا العيانين بتوعك شكلهم ايه؟ لو انت كلينيشن وطالع تاخد الانفورميشن دي لحته ثانيه يبقى عارف عايز تعرف هل البارتيسيبنتس على ارض الواقع موجودين ولا دول حاجه مش موجوده. يعني كومنلي بنشوف الناس الدايبيتكس في مصر مثلا عندهم هايبرتنشن. لو البيبر دي واخد الدايبيتكس بس من غير هايبرتنشن يبقى غالبا الشغل ده ما ينفعش يتطبق عليه وهكذا. خلاص. طيب ممكن تلاقيه كسيبريت او وسط الكلام يتكلم على الانسترومنتس. الانسترومنتس اللي استخدمها سواء الانسترومنت دي جهاز اوبجيكتيف سواء كان كوتشنير العيان بيملاب نفسه سواء انت بتسال العيان في انترفيوينج. اوكي. تلاقي انسترومنت او انسترومنت خاصه بالتريتمنت كانيولا معينه سيرنج معينه جهاز معين بيقيس بيه او بيدي تريتمنت بيه زي مثلا بايوتكس بالانس تيست. مهم قوي وانت بتقرا تدور وسط الكلام على كلمه فاليديتي وريلايبيليتي وتدور على المانيفاكتشر وتدور على لو كان اسسمنت انسترومنت بيأسس ازاي. طب المعلومات دي هتفيدك في ايه؟ لا انت علشان تعرف تاخد من الراجل ده كونكلوجن او تاخد من الشغل ده معلومه محتاج ان هو تبقى ميك شور ان هو عاملها قايسها صح او عاملها صح. دي اول حاجه. فلو هي valid وريلايبل يو نو ان انت يو كان يوز دي. ممكن ما يكتبهاش اكسبلسيتلي بس يقولها لك بشكل ان هي سايكومتريك بروبرتيز بتاعته بروفت مثلا اكسلنت ويكتب لك ريفرنس ترجع للريفرنس بتاعه. لو انت واحد ناوي تجيب الاجهزه دي عشان تشتغل بيها يبقى محتاج تعرف المانيفاكتشر بتاعه وتاخد العنوان وتدخل عليه الار ال بتاعه وتشوف هل هتجيبها من هنا افيلبل مش افيلبل. لو هو مثلا كاتب كويتشنير قد تكون محتاج لايسنس فمحتاج ان انت تاخد بردك العنوان اللي مكتوب وتدخل عليه تشوف هل انت محتاج تابلاي فور ا لايسنس ولا. فالانسترومنت هو مكان مجزي جدا ان انت تعرف
بداية معرفتك هل الشغل ده تقدر تاخد منه معلومة ولا لا؟ لو مستخدم حاجات valid و reliable وشريحها كويس او كاتب reference ليها ترجع له، او تاخد المعلومة دي وتيجي تدور على الأجهزة دي further بان انت ترجع للمانيفاكتشر بتاعه. طبعا اجين زي ما قلنا مش كل الريسيرشر زي بعض، ومش كل الناس artistic زي بعض، ففي ناس هتلاقيهم كاتبين المعلومات المهمة وفي ناس لا. That's what happens all the time. الجزء اللي بعد كده في الريسي بي بتاعتنا هي البروسيجرز، واجين زي ما قلت ان الانسترومنت ممكن تبقى موجوده كسيبريت او كجزء من البروسيجرز وهو بيتكلم. البروسيجرز تيل يو ذا فول ستوري، من اول العيان ما جه وعملنا له سكريننج وتاكدنا ان هو ينفع معانا في الاستادي وشرحنا له الاستادي دي اباوت ايه، وابتدينا نعمل التريتمنت بتاعته وعملنا اسسمنت ات بيز لاين وبصينا في الاخر وشفنا الامبروفمنت ازاي اند سو اون. البروسيجرز دي قد تكون ازاي انا عملت جبت الداتا من داتا بيزز وتعاملت معاها ازاي، لو انا بتكلم على ريتروسبكتيف ستادي مثلا. ميزه الجزء ده ان هي ده الجزء اللي هيقول لك ازاي تعمل الاستادي بتاعتك لو انت ناوي تعمل استادي مشابهه. اوكي يعني الجزء ده لو انت ريدر ناوي تكتب بروتوكول او ناوي تعمل ثيسس، هو الجزء ده اللي هيقول لك ايه اللي انت محتاج تعمله. It's 1, 2, 3, 4, 5 points. هتعملهم one by one. That's how you go for it. فلو انت ناوي تعمل study, this is the recipe ازاي تعمل study. بس be careful ان details vary. يعني في بعض الأحيان procedures مش هي main core. قد تكون procedure published قبل كده في another trial. يعني trials كبيرة بتلاقيها مثلا الفيديو trial. نشر كذا paper. أول paper شرح procedure in detail. الريمينينج ما شرحهاش. اكتفى ان هو يريفير يو تو ذا انيشال ريفرنس، فانت محتاج لو انت عايز البروسيجرز ترجع للانيشال ريفرنس. في بعض الاحيان البيبر الجزء المهم فيها هو الداتا، والجزء المهم فيها الدسكشن والكونكلوجن، فيقدر فياخد الجزء ده يخليه فيري بريف، يحطه كسبلمنتري فايل، يعني فايل تخش على النت تجيبه تقرا التفاصيل، ما يقدرش يحطه لك ان ديتيل. اوكي؟ او ما يشرحوش خالص ويكتفي ان هو يكتب لك ريفرنس. فالديتيلز فاري ديبندنج على اهميه الموضوع ده بالنسبه للبيبر. لو انا بدور على ميثودولوجي بيبر، بيبر بتتكلم على كوتشنير معين او على انسترومنت معينه هتستخدمها سواء في العلاج او في التريتمنت، على بروتوكول علاجي معين، قد يكون البروتوكول العلاجي هو اهم جزء في البيبر دي، فتلاقي ان التفاصيل بتاعتها ان اكسسيف ديتيلز وهكذا. خلاص بينتهي البروسيجر بجزء من البروسيجرز برضو بس احصائيا او الستاتستيكال اناليسيس. الجزء ده بيقول لك الراجل او الاوثر ده how he or she is going to look at the data، ايه الانسترومنت اللي استخدموها to look at the data او السوفت وير، ايه هو الاناليسيس اللي عملوه، ايه الطريقه اللي هيحددوا بيها الريزلتس دي، هل هي meaningful ولا مش meaningful. اوكي فده الجزء الخاص بالستاتستيكال اناليسيس. الستاتستيكال اناليسيس is very important، هو method لو اتعملت غلط اتس غلط. يعني لو انا جيت قلت لك انا معايا دي شخصين، واحد سنه سنه وشخص سنه 99، الافريج بتاعهم 50، ده بيبي والتاني ده elderly، وانا جيت قلت لك واحد middle age، it doesn't make any sense. اوكي يبقى ساعتها هدور على حاجه اسمها ميديان مثلا، لو كان هنا الميديان هطلع almost the same برضه. اوكي فبيزيكلي الانسترومنت دي لو صلحت صلحت الريزلتس بتاعتك وصلح الكونكلوجن بتاعك. لو انت ناوي تعمل كريتيكال ابريزر يو نيد ان انت تبقى فاهم كويس ستاتستكس فتقدر تكومنت على دوت، اذروايز فور يو كل اللي هتقدر تعرفه هو ايه اللي بيقيسه. اوكي غالبا في الجزء ده او الجزء في نهايه الجزء البروسيجرز اللي هو قبل ستاتستكال اناليسيس هيعرف لك الاوت كومز بتاعته، الحاجه اللي هيقيسها ومعناها ايه، وهيسمي حاجه اسمها برايمري اوت كوم وحاجه اسمها سكندري اوت كوم. برايمري اوت كوم هو بيزيكلي الحاجه اللي الاستادي دي ديزاينت عشان تقيسها بحسب عدد العيانين او عدد البارتيسيبنتس عليها، ودي الحاجه اللي انت بتكونكلود ابون. السكندري اوت كوم هو الحاجه اللي بيعتبرها كبايلوت، حاجه بيعمل فيها اكسبلوريشن للفيرزر ديتيلز، مش يو دو نوت كونكلود ابون. يعني الاستادي مش ديزايند ان هو يدور على السكندري اوت كوم. يعني لو استادي جايه بتشوف في العيانين الكرونيك بين ثلاثه ديفرنت تريتمنتس وبتشوف الايفكت بتاعتها رقم واحد على برايمري اوت كوم اسمه بين، يبقى الاستادي دي تقدر تكونكلود على البين اتحسن او لا. لو السكندري اوت كوم بتاعها ديزابيلتي يو كان نوت كونكلود ابون، الاستادي از نوت ديزايند مش محسوبه عليه. اوكي يعني هاخد اكزامبل من احد اساتذتنا الدكتور احمد حسونه كان بيقول زي ما تروح ستاربكس يدي لك قهوه معاها حته
كيكه او كوكي صغيره. انت رايح ستاربكس مش عشان الكوكي الصغيره، انت رايح ستاربكس عشان الكوفي. فلما تيجي تتكلم على ستاربكس ما تقولش كوكيز كويسه، انت تقول الكوفي كويس. اوكي وهكذا. طيب قبل ما ادي اكزامبلز هاتي بعض الكلمات اللي انت محتاج تدور عليها وانت بتقرا. اجين وانت بتقرا انت عايز تاخد معلومه، فعايز تبقى كونفيدنت او ممكن تبقى نوت كونفيدنت، تبقى سكيبتيكال، مش حاسس ان البيبر دي فيها something wrong ما تقدرش تريلاي اون، وممكن تبقى شور في بعض الاحيان. ففي بعض الكلمات اللي انت لو بتدور في كلينيكال ترايلز او كلينيكال ستاديز حاول تدور عليها. كلمه randomization يعني ايه؟ randomization يعني كل لو انا عندي اكتر من جروب كل عيان هيجي ليه الحق او عنده التشانس ان هو يبقى في اي جروب. يعني انا النهارده جيت ممكن ابقى في الجروب اللي هياخد ايبوبروفين او هياخد جينجر، انت جيت بكره ممكن تبقى في الجينجر او الايبوبروفين. اوكي كلمه randomization معناها ان اي حاجه او randomization اتعمل علشان يخلي الجروبس متشابهه الى حد ما، ما يحصلش فروق ما بينها، ما يبقاش ناس بتتحسن عشان هي عايشه في مكان فيه بوليوشن قليل وناس بتسوق حالتها علشان عايشه في مكان البوليوشن فيه عالي. فالراندمايزيشن مفروض ان هو بيحسن الهوموجينيتي، بيخلي الستدي سامبلز بتاعتي هوموجينس. اوكي فبالتالي لو حصل افكت للتريتمنت بيبقى ليه دعوه بالتريتمنت افكتفنس راذر ذان بالتشينجز ما بين الجروب، ان واحد صغير في السن واحد كبير في السن ان سو. طيب لو انت ممكن كلمه randomization تلاقيها بشكل explicit اوكي وتبقى confident فيها وتبقى confident منها. اوكي وممكن كلمه randomization ما تبقاش ظاهره ومش واضحه. طيب كلمه randomization هتلاقيها، معلش هو في هنا ايرور في السلايد، الكلمه الكلمات اللي هتلاقيها في randomization تبقى مبسوط about هي كلمه. اوكي هتلاقي كلمات زي coin tossing، دي كلمة تعرف انها معناها ان انت you are good to go. random table. اوكي او تلاقي كلمة software generation، هتلاقي ان واحد بيقول لك انا عملت randomization عن طريق حاجة اسمها coin tossing او ساعات lottery machine، يديك ناس بتعمل بيها randomization. فلو قريت الكلمات دي يبقى انت happy. اوكي لو انت لقيت الراجل مش متكلم على randomization خالص او لقيت الشخص دوت مش بيتكلم عن randomization خالص انت سكيبتيكال، مش عارف هو قالها ولا نسي يقولها ولا قصد ما يقولهاش. اوكي لو لقيت الاوثر كاتب لك الكلمات اللي قدامنا دي نان راندوم، انا خدت نان راندوم سامبل كونفينينت راندوم سامبل يعني اخترت عيانين معينين. اوكي لو لقيت كاتب كلمه كوازي راندوم او شارحها ان احنا خدنا عيانين بترتيب مسلسل معين بحرف الابجدي بتاعهم بالرقم بتاع الريبورت بتاعهم بالناس اللي جت في يوم سبت حد اثنين اربع او حد ثلاث خميس ليها حاجه سيكونس بريدكتبل، يبقى انت ما بتبقاش كونفيدنت في الريزلتس بتاعتك او اللي هتقراها من الاوثر دي. هل هي فعلا الريزلتس دي نتيجه ان التريتمنت كانت افكتيف او مش افكتيف، ولا بسبب ان السامبل ما كانتش كان فيها اختلافات، كان فيها حاجات حاصله ما لهاش دعوه باي تشانس، مش حاصله كده قدريا، ولكن حصل ان السامبل دي ليها كاركترستيك معين. العيان اللي بيجي السبت 2 4 ده شغال في الحكومه والسبت اجازه، اللي شغال حد اللي بيجي حد 3 5 ده شغال في شركه اجنبيه والحد ده اجازته. اوكي فتفرق في الايدوكيشن بتاعه ويفرق في اللايف ستايل بتاعه ويفرق في الفاينانشال سبورت باك جراوند بتاعه. اوكي يبقى احنا هنا بنتكلم على بعض الكلمات اللي وانت بتدور في الميثودز تراي ان انت تدور عليها. كلمة randomization دي أول كلمة، دي بيسميها الهولي جريل. أي clinical trial need to be randomized. randomized يعني أنا ليا chance إن أنا أجي في جروب ده أو جروب ده. فأي difference مش related لشخصي ولكن جاي by chance بالصدفة. لو ما لقيناش الكلمات اللي قدامنا دي اعرف أي method هتخلي العيان يجي by chance في أي حتة، ليه الأوبشن يجي هنا هنا، it's a good method. اي ميثود هتخلي العين لازم هيجي هنا، انا جاي السبت مفيش اوبشن عندي تاني، اونلي وان اوبشن تبقى نان راندمايز ستدي او كوازي راندمايز ستدي، يبقى انا هنا ليتل بيت سكيبتيكال اباوت ذا ريزلتس وابقى كويتشننج هل الميثود دي جود انف انها ترفلكت الريزلتس ولا لا. خلاص يبقى دي حاجات. الحاجه الثانيه كلمه كونسيلمنت. كونسيلمنت يعني خبينا. يعني ايه خبينا؟ خبينا ايه؟ خبينا الراندمايزيشن عشان ما حدش يغير توزيعة العيانين بتوعنا.
يعني انا لو انا رحت للعلاج او انا ليا حد قريبي هو اللي بيوزع وعارف ان انا لو ان انا ممكن اخد بلاسيبو ما اخدش علاج حقيقي اخد بلاسيبو اوكي فممكن يغير لي الراندمايزيشن اوردر او يقول لي ما تجيش مش لازم يغيره يقول لي ما تجيش لا ما تجيش بكره تعالي بعد يومين اوكي يبقى اي حاجه تقدر تخلي الشخص اللي بيراندمايز يقدر يبريدكت الراندمايزيشن سيكونس اللي هنوزع بيه العيانين يبقى الاستدي تقلقني الحاجات دي بتظهر في الحالات اللي هي او في الستديز اللي بتشوف حاجات فيري فيري سيريس حاجات اتس ا ماتر اوف لايف اور ديث الحاجات دي بتفرق فيها قوي اوكي او انا مثلا كلينيشن وجاي لي عيان قال لي بصي يا دكتوره انا لو جالي لو انا بقيت في الجروب الفلاني انا لا يمكن هكمل وانا صعبان عليا العيان فصعب عليا فقلت له خلاص ما تجيش بكره تعالى بعد بكره خلاص اوكي طيب علشان ما يحصلش ان انا اغير الراندمايزيشن قبل ما اعمل الراندمايزيشن لازم اللي بيطلع الراندمايزيشن وبينقل الكود بتاعه ما يبقاش ليه دعوه باللي بيراندمايز اوكي يعني اللي بيعمل الراندمايزيشن نفسه ككود كيقول مين هيروح فين غير اللي بيوزع واللي بيعمله ما يبقاش عارف ما يبقوش يتكلموا مع بعض احسن طريقه انها تعمل اوتوميتد سيرفيس فتلاقي العيان لما يقرر يخش في الاستادي يديله هوت لاين يتصل بيه الهوت لاين يديله يدخل باسورد معينه يديله رقم ياخد الرقم ده يروح للفارماسيست يديله علبه مقفوله مكتوب عليها الرقم الفارماسيست ما يعرفش التريتمنت ده اسمه بلايندنج هنتكلم عنه ليتر اون لكن اللي وزعه كان فيه او طريقه التوزيع كان فيها كونسيلمنت كانت توب سيكريت محدش يعرف غير موجوده في دوكيمنت محفوظ في حته معينه في الامرجنسي فلو انا لقيت اي حاجه تضمن لي ان اللي بيوزع الراندمايزيشن ما يعرفش يبقى انا ساعتها ممكن ابقى واخده وعندي كونفيدنس في الريزلتس بتاعت الاستادي دي الكلمات اللي هتقابلنا اجين اي حاجه اوتوميتد سيرفيس او سيكوينشال نمبر سيلد اوبيك انفلوبس جايبين لازم تكون انفلوبس مقفوله وما نقدرش نبص كده في الهواء فنقراها او كونتينرز مكتوب عليها ارقام اوبيك وبرضك مقفوله ما نقدرش نعرف ايه اللي جوه اي حاجه غير كده هي ما فيهاش كونسيلد اي حاجه نون راندوم از نوت كونسيلد اوكي اي حاجه ممكن تتفتح او تتقري او لسه تتقري واعرف بعد كده الراندمايزيشن سيكونس هيحصل ازاي يبقى اتس نوت كونسيلد في اي استادي كويسه اوكي بالذات كلينيكال ترايل كويسه دور على كلمه راندمايزيشن ثاني كلمه دور عليها كلمه كونسيلمنت اوكي الكلمه الثالثه اللي دور عليها هي كلمه بلايندنج او ماسكينج كلمه بلايندنج الناس بتعترض عليها لان علشان الناس الفيجوال امبيرد فبالتالي بقينا نادفوكيت ان احنا نقول كلمه ماسكينج اوكي طب كلمه ماسكينج دي كلمه معناها مش شايفين فلازم تكون حاجه ما تتشافش يعني لو انا بدي ادويه تابلتس وادويه بحقن ما ينفعش اعمل بلايندنج للعيان لان العيان لو قاعد مع اللي جنبه انت بتاخد دواء ايه يا حاج انا باخد حقن انت بتاخد ايه انا باخد تابلت ما بقاش بلايند خلاص فلازم الحاجه اللي يعني مش لازم فلازم الحاجه اللي هنعملها بلايندنج لازم تكون ما تتفرقش بالعين خلاص طب مين اللي ممكن يبقى بلايند العيان ممكن يبقى بلايند بياخد هو بياخد دواء يشبه الدواء الثاني بس ده انجريدينت وده انجريدينت او بياخد مثلا ليزر وبياخد والتاني بياخد لايت الاثنين من بعض من بره ما يتفرقوش من الشكل ممكن اللي بيدي العلاج يبقى بلايند ممكن اللي بيأسس النتيجه بتاعه العلاج يكون بلايند اهم واحد يبقى اسيسور دايما هو اهم واحد يبقى بلايند هو الاسيسور اللي بيقيم نتيجه العلاج لان في بعض الاحيان ما ينفعش ان انا ابلايند الاستادي دي للعيان زي ما قلت ان حاجه تتفرق بالعين او لاسباب خاصه بالسيفتي لكن اللي بيأسس محتاج ان هو يبقى بلايند مش لازم ان هو يعرف العيان واخد انهي علاج هو عارف ان العلاج ده في جروب العيان ده في جروب A او العيان ده في جروب B اوكي وجروب A اتحسن جروب B ما اتحسنش ما يعرفش العلاج اوكي في كلمات لما تشوفها هتبقى هابي كلمه بلايندنج او ان بدل ما الاقي ان الاسيسور بلايندد هتلاقي ان مكتوب ان الاوتكم ده كان اوبجكتيف يعني بتاخد سيرم وتروح تحطه في كيت بتتحلل اوتوميتد مش محتاج ان انت تعملها مش زي الباثولوجي مش زي الهيستوباثولوجي بتبص بعينيك سبجكتيف اي حاجه تقلقك ان التريتمنت تبقى نوت بلايندد او ان الاوتكم يبقى مي بي انفلونس تاخد ايه راي الدكتور في الريسبونس بتاع العيان وهو عارف العيان واخد انهي علاج والدكتور ده هو اللي بيعمل الاستادي وعارف ان هو الدواء الجديد هو اللي عايزه يبقى احسن او حاسس او احساسه الشخصي ان الدواء الجديد احسن خلاص يبقى دي كلمات واحنا بنبص عليها خلينا نبص عليها ليه بنعمل بلايندنج للبارتيسيبنت علشان السايكولوجيكال ايفكت اوكي كل دول عشان السايكولوجيكال ايفكت يعني ايه يعني انا بارتيسيبنت وجيتي قلتي لي ان انا باخد علاج بلاسيبو باخد حاجه ملهاش باخد حبايه سكر
هل حبايه السكر دي هتخليني احس ان انا امبروف؟ طب الراجل اللي جنبي بياخد ايه؟ ده بياخد دواء جديد، لا الراجل ده هيتحسن. اوكي، فبنعمل البلايندنج علشان نيليمينيت حاجه اسمها البلاسيبو ايفكت، اللي هو السايكولوجيكال ايفكت في اوف بين انتريتد، لو انا واخد علاج او مش واخد علاج. اوكي، فبيزيكلي كل البلايندنج هدفه اني ابعد البيرسونال فيلينجز والسايكولوجيكال امباكت بتاعي على الريزلتس. احنا عندنا حاجات ظريفه جدا، زي مثلا يجي لك عيان تقول له يا حاجه انت كويس، كويس يعني اتحسنت، الحمد لله. هو ما اتحسنش بس الحمد لله، ما يقدرش يقول حاجه غير كده. اوكي، فده كلها بتحتاج ان احنا نموف. هنا ده جود اكزامبل على حاجه سبجكتيف، يو هاف تو موف ناحيه اوبجكتيف لو العيان مش بلايند. اوكي، طب هل احنا ممكن نعمل بلايندنج؟ ممكن نعمله في كل حته. الناس اللي بتاخد ادويه ممكن تعمل حاجه اسمها بلاسيبو، يعني بتاخد دواء وحاجه مشابهه ليه بالظبط بس مليانه سكر. الناس اللي بتعمل حاجه من بره زي الناس اللي في الفيزيو ثيرابي ممكن يحط مثلا، اعتقد بيعملوا حاجه اسمها كينيزيو تيب، نحط التيب ونحط تيب عادي خالص، شريط لازق عادي. الناس اللي بتاخد ليزر تحط ليزر وقدامها لايت، يبقى ده الحاجه اللي تخلينا نقدر نعمل بلايندنج للعيان ما نفرقش من بره. طب بعمل تو بروجرام مختلفين من الاكسرسايز، لا ما ينفعش اعمل بلايندنج، حاجه تتشاف بالعينين. يعني مش كومن ان احنا يتعمل حاجه اسمها شام بروسيجر. شام بروسيجر اللي انا قلته ده من بره كله اسمه شام بروسيجر. مش كومن مثلا ان انا عشان عملت عمليه العيان الثاني هعمله عمليه شام، doesn't work like that. اوكي، هي في الاخر it's about safety. هو actually حسب طبيعه الاستادي we can blind everyone في الاستادي، العيان واللي بيديله تريتمنت والنيرس اللي جنبه وين بلايند اللي بيعملوا assessment وين بلايند الاستاتيشن as well. اوكي، we can do لكل الناس، بس تبقى حاجه obviously بالعين ما تتشافش. لو حاجه بالعين تتشاف يبقى ممكن، لو انا بقيس حاجه بعيده عن المكان ده او بقيس outcome independent يعني بشوف again blood serum blood pressure ممكن يبقى الاسيسور بلايند. لو انا ما قدرتش اخلي حتى الاسيسور بلايند هيبص على جرح او يبص على السكن فيبان الجرح شكله ايه، يبقى ممكن اخلي الاستاتيشن بلايند. اوكي، ات ديبندز على انا بعمل ايه، والحاجات دي ليها اهميه. يعني احنا دايما بنبص على السكيل الصغير بتاعنا، لكن في سكيلز كبيره لما يبقى مثلا زي دلوقتي كوفيد ونازل فاكسين جديد والشركات بتتنافس، الموضوع ما بقاش بقى موضوع مجرد بس هيلث كير، بقى بزنس. فيو نيد ان انت والشركه بيبقى ليها انبوت، فانت يو نيد تو ميك شور ان الشركه مش هتدخل برايها، فيو نيد ان انت بلايند حتى للستاتيشن. اوكي، وتجيب اندبندنت ستاتيشن اند سو اون. خلاص، اي هوب يا حسني ان انا كده اكون رديت على اسئلتك. طب خلينا ناخد شويه اكزامبلز على بعض الاستاديز كبروسيجرز ونبص عليها. اوكي، انا هاخد ديفرنت ستاديز كده، زي مثلا هنا احنا عندنا استادي هنا قدامنا استادي ايوه عباره عن راندمايز بلاسيبو كنترولد كروس اوفر ديزاين بيقارن ما بين الجينجر الزنجبيل وما بين الايبوبروفين على الاوستيو ارثرايتس. لو جينا نزلنا تحت هنلاقي زي ما قلنا اهو، اول ما ننزل كاتب بقى سبجكت بارتيسيبنت ميثودز، ده حسب الجورنال كاتب اول حاجه اهو السبجكت، بيديها بقصه ان هو اخذنا ابروفل وقلنا للعيانين وخدنا الاليجيبيليتي كرايتيريا وعملنا اكسكلوجن كرايتيريا. خلاص، بعد كده هيبتدي يحكي لك الديزاين بتاعه، عمل كوندكت الاستادي ازاي والبروتوكول العام بتاعه ايه. اوكي، الراجل ده شيك، فهنا بيتكلم مني على الدوز وبيتكلم على ياخد كام ديلي دوز اند سو، الراجل ده شيك عارف الحاجات المهمه فمش هيسيبك تدور عليه. كاتب لك الماسكينج خلاص عامله ازاي او البلايندنج عامله ازاي خلاص، كاتب لك الاسسمنت او الاوتكم هيعملها ازاي ات ديفرنت تايم بوينتس خلاص، واخيرا مدي الاستاتستكس، متكلم في الاستاتستكس على هيبريزنت الداتا بتاعته ازاي وهيعمل اسسمنت ازاي والسوفت وير بتاعه ايه وامتى هيقول ان النتائج بتاعته سيجنيفيكانت او لا. خلاص، يبقى ده هو اكزامبل على اللي احنا قلناه. انذر اكزامبل، اوكي خلينا نبص على الاكزامبل ده. ده هنا اسمه اوبزرفيشن ستادي، ده بيشوف علاقه ما بين فيتامين دي ديفيشنسي والبروجريشن بتاع الاوستيو ارثرايتس. نفس الكلام ميثودز، بصرف نظر كاتب الكلمه زي ده حسب الجورنال زي ما قلت من شويه، اهو بيتكلم هو ده ريتروسبكتيف ستادي معتمده على معلومات جايبها من ريكوردز، بيكلمك على الريكورد نفسه خلاص. اوكي، وبيكلمك بعد كده على البوبيوليشن اللي خدت الريكورد وايه هي الاليجيبيليتي كرايتيريا
وبعد كده ايه هي الاكسكلوجن كرايتيريا. هنا المسلز مش بتاعته، هنا اوبزرفيشن بيبقى اوبزرف اند ذاتس. فكل اللي بيتكلم عنه مينلي او مديله اهميه هو الاسسمنت. فبيتكلم ان اكسبلس اكسبلس مفيش تريتمنت، فبيتكلم اكسبلسيتي يعني ان فيري يعني نيومرال ديتيلز عن الاسسمنت بتاعته، عملها ازاي وقياسها ازاي وايه معنى الاسسمنت دي وايه النورمال وايه النورمال بتاعها. خلاص وينتهي بعد كده الجزء هنا الاستادي دي اهم حاجه فيها برضك هي حاجتين، الاسسمنت والاحصاء بتاعتها. فكاتب لك ان ديتيل الاحصاء بتاعتها هتتعمل ازاي بالتفصيل الممل، ان دي وات از فيري امبورتنت اباوت ذس ستادي الاحصاء بتاعتها. اوكي واخيرا وليس اخيرا كاتب لك السوفت وير الانسترومنت اللي عمل بيها، وكاتب لك برضو امتى هينتربريت الريزلتس ازاي، امتى يقول الريزلتس كويسه وامتى يقول الريزلتس مش كويسه. خلاص another example هنبص عليه. another example اهو معانا study تانية randomized clinical trial. اوكي ال study دي هتلاقي الميثود كاتب لك الميثودز بتاعتها. اوكي كاتب لك الاول السيتنج اللي عمل فيها ونوع الاستادي والديزاين بتاعها، وبعد كده هيبتدي يتكلم على السامبل. اوكي جاب السامبل منين والانكلوجن والاكسكلوجن كرايتيريا بتاعتهم. اوكي مرورا بالاختار الركبه اللي هو انا بيشوف الركبتين او اختار ركبه من الناس اللي عندها بايلاترال اختار اني ركبه، وبعد كده بيتكلم على الراندمايزيشن، بعد كده الانترفنشن وعلاجه والدوز بتاعته، اتكلم عن الماسكينج. هنا ابتدى يتكلم عن حاجه ثانيه زي الادرنس للاذر ميديكيشن لو العيان بياخد ادويه ثانيه، واخيرا الاسسمنت. خلاص وينتهي بعد كده الاسسمنت برضك مديها تفاصيل كبيره. خلاص وينتهي اخيرا بالستاتستيكال اناليسيس، ايه هي الناس اللي بتستخدمها كستاتستيكال اناليسيس. وفي النهايه خالص هتلاقي ان هو متكلم عن الباور اوف ذا تيست او الحاجه اللي مش باور اوف نتكلم على هتلاقي سموير كاتب كاتب الايه السوفت وير اللي استخدمه، لان ساعات بعض السوفت ويرز بتجيب ريزلتس مختلفه قالت البيت. اوكي وهكذا. ناخد اكزامبل ثالث. هو في لسه ما جيناش للريزلتس، بس خلينا لما نيجي للريزلتس هجاوب السؤال ده. اوكي efficiency خلينا نشوف example تاني. ال example دوا لو كان قصة اللعيب اللاعبة اللي كانت فيها مشكلة في الشغل بتاعها. هو هنا لما جه يجاوب على السؤال هل اللاعبة دي محتاجة من حقهم انهم ياخدوا ياخدوا منها الشامبيونشيب ويدرو الاورد ولا لا، هو كتب لك الميثود بتاعته. اوكي كاتب بس هو هنا حلل كل اللعيبه، فبتدي يتكلم على السبجكتس الميجرمنتس اللي اتعملت. اوكي بنفس الطريقه الريزلتس هو جايب هنا داتا بيزز برضه، وايفينشولي كاتب الاستاتستيكال اناليسيس اللي عمل. اوكي اللي هو الجزء ده خلاص. واجين بينتهي ايه هو الحاجه اللي هيعرف بيها ان الريزلت كويسه او الكلام ده ابلايد على كل حاجه زي ما قلنا مفيش فرق ما بينها. خلاص الريزلتس اكشولي دي فوت، دي اهم حاجه، دي اللي هتقعد لو انت باحث دكتوراه تقعد سنتين عشان تطلعهم، تطلع خمس ارقام او ست ارقام، لو انت ماجستير هتقعد ست شهور على الاقل تعمل كده، لو انت قررت تكمل في الاكاديميه this what your life is about you celebrate يوم ما تيجي الريزلتس you celebrate when it's making sense. من ساعات الريزلتس doesn't make any sense. طب الريزلتس السكشن ده اللي انت هتلاقي فيه الانسر numerical انسر للسؤال بتاعك، هل الدواء ده effective ولا لا؟ هيقول لك اه هو effective وبيحسن العيان بنسبه 50% او بيحسن العيان ب 1.2 على سكيل من 10. اوكي؟ وهو هنا basically المكان اللي عاده لو انت ريدر مستعجل هتروح للبيربوس، هتنزل تاني حاجه للمسج كده تبص سريع السريع، لكن تروح للريزلتس تبص ان ديتيل.
لما تبص للريزلتس مش تقرا التكست بس، لا تقرا التكست والجراف والتيبلز. اوكي، واكشلي كنت بتكلم مع حد من زملائي امبارح فكان بيقول شوفي زمان احنا واحنا صغيرين كنا نقرا دايما التكست، دلوقتي احنا ما بنبصش اصلا في التكست بتاع الريزلتس، احنا بنروح في الجرافس نبص بص ده هو كان واخد 1767 عيان، نزل راندمايز 342 عيان، في كل واحد كام واحد كمل معاه في الفولو اب، في الاخر حلل كام عيان. اوكي، ما بنحتاجش ان احنا نقرا التفاصيل دي. نيجي نبص مثلا هنا عندي بيز لاين كاركترستيك في جروب، اجي ابص الاقيه هو بيقول لي عدد الجروب كلها كان 341 متقسمين على ثلاثه جروبس، دي الاستاد اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول في الكرونيك لوب كبير وثلاثه في. نتكلم هنا ايه على حاجات، نديني نمبر وبرسنت، نمبر عينين وبرسنت من السامبل كلها، الايدج بتاعهم والمين والستاندرد ديفيشن ان يورز، نديني نسبه الستات، الايدكيشن مقسمه، الريس مقسمه اند سو اون. اوكي، ممكن الاقيها تفاصيل كده بسيطه اسميها ديسكربتيف ستاتستكس، ممكن الاقي تفاصيل اكتر، فاجي الاقي هنا مثلا كاتب لي الفولو اب ويك وكل عيان او كل جروب والديسابيلتي سكور بتاعه كام والبين سكور بتاعه كام، ماينس يعني العيان بيسوء سوري بيتحسن، بوزيتيف يعني العيان بيسوء الديسابيلتي بتزيد، الجروب ده اتحسن، الجروب ده اتحسن، الجروب ده اتحسن، الرقم ده اعلى شويه من ده بس ما اقدرش احكم هنا. اوكي، ابص تحت الاقي عندي حاجه اسمها كونفيدنس انترفال 95% كونفيدنس انترفال، انا عارفه لو ما عدتش زيرو تبقى سيجنيفيكانت، يبقى العيان ده اتحسن سيجنيفيكانتلي، ده اتحسن سيجنيفيكانتلي اند سو اون. لو عدت الزيرو زي ما هنشوف مثلا هنا عدت سوري لو ما عدتش الزيرو هنا عدت الزيرو يبقى مش سيجنيفيكانت. فانا شايفه هنا التشينج من بيز لاين العيان اتحسن قد ايه؟ اتحسن 1.28 بوينت. اوكي، وتحسن او الارقام التحسن انا واثقه ان الرقم ده هلاقيه دايما، او لو لقيت اي رقم تحسن في البوبيليشن بتاعتي اللي مشابه للبوبيليشن دي واقع ما بين الارقام دي يبقى غالبا العيان اتحسن. خلاص، هنا بيقارن العيان بنفسه، هنا ابتدى يقارن بين جروبس برضه مديني مين وكونفدنس انترفال مش مديني البي فاليو، البي فاليو اللي انا بديكلير عليها سيجنفكت او لا. فبيقول هنا ده العيان الجروب بتاع المايندفولنس كومبير لليوجوال كير اتحسن، الكوجنتيف ثيرابي بالنسبه للمايندفول ما تحسنش بقى بالبوزيتيف. اوكي، بس مش سيجنيفيكانت، طالما مش سيجنيفيكانت ات دازنت اكزيست. احنا في الريسيرش بندور على كلمه سيجنيفيكانت، لقينا في فرو اوكي سيجنيفيكانت اوكي دي ار ريال، نوت سيجنيفيكانت نيجاتيف ريزلت وي دو نوت كومنت اون، ما بناخدش منها المعلومه دي. يعني لو انت في ستادي ولقيت ان في نيجاتيف ريزلتس يعني ما قدرش يثبت ان هو مش لاقي، زي اكزامبل بتاعها ايه؟ انا دلوقتي بقول ان انا لو دخلت الاوضه دي خمس مرات هلاقي الالم، انا سبت الم جوه الاوضه وانا عارف الالم موجود، لو دخلت خمس مرات هلاقي الالم، دخلت الاوضه 10 مرات ما لقيتش الالم، معناه الالم مش موجود ولا انا اللي ما عرفتش ادور عليه كويس. فاجين احصائيا احنا لما بنيجي نكومنت او المعلومه اللي بناخدها مش الارقام، من الارقام السيجنيفيكانت، واي حاجه انسيجنيفيكانت ريزلت دونت اكزيست، محتاجين ندور عليها في ستادي بديزاين جديد بشكل جديد بعدد كبير. اي ستادي او اي بيبل هديك ماتش انفورميشن، هتلاقي ساعات كتير مكتوب لك مثلا دي او مكتوب لك بعض الابريفيشنز، هتلاقي كل ده المفروض موجود في التيبل من تحت، ممكن تلاقي التيبل ليه تيبل سبلمنتري. اوكي، التيبل ممكن يبقى سمبلر عن كده، هتلاقي مثلا هنا كاتب الايدج جروب، النمبر بتاع العيانين، المين والستاندرد ديفيشن بتاع العيانين، والسيجنفكانس مش كاتبها لك بشكل كونفدنس انترفال، هتلاقيها بشكل بي فاليو، واحنا متعارف عليه عندنا في الهيلث كير اللي اقل من 5%. اوكي، يعني كل 95 جابوا نتائج، خمسه ما جابوش، اوكي يبقى احنا بنأكسبت ده على ان هو significant difference. فاجي اقول يبقى انا الريزلت دي تفرق معايا، دي كويري حسب انا محدده ايه، ما تفرقش، تفرق معايا، تفرق معايا، تفرق معايا، ما تفرقش معايا، ما تفرقش معايا، خلاص. خلي بالكم التيبلز بتعتمد على الجورنال وعلى الاوثر، فمثلا تيبل زي ده هو مديك 32 عيان، مديك المين والميديان بتاعه، ديسكربتيف ستاتستيك ما بيقولكش ماتش، ما بيقولكش significance. كاتب لك هنا طلاسم فوق، تحت كاتب لك ايه الطلاسم ده؟ ايه البيشنت سيريال نمبر بكذا كذا كذا، بعض المعلومات مش موجوده، ده انت هتضطر انت كريتر عشان تفهم ايه النتائج ولا مش نتائج، هتحتاج تاخد الارقام وتحسبها، فهتاخد مثلا هنا هو كان بيطول رجل عيانين، تاخد الديستراكشن ريت على الدايز، اوكي عشان تعرف الهيلينج اندكس بتاعه، فانت بتحتاج تحسبها، ففي بعض الاحيان المعلومات مش موجوده فرانكلي، زي المعلومه ما كانت هنا مش فرانكلي، انا عرفتها عشان اعرف من الاحصاء ان لو الصفر بقى السيجنفكت، هنا انا المعلومه قد احتاج احسبها بايدي، يعني بعض الاحيان انت كريدر هتحتاج تحسب، لو الكلام لو المعلومات موجوده تحسب منها. اوكي؟
فانت بتدور ما بين السطور، ممكن المعلومه تبقى كلير قوي اقدر اقف هنا على الخط ده واحسب. اوكي، ممكن المعلومه ما تبقاش كلير، ممكن احتاج ادخل في بعض انواع السوفت وير تعمل ديجيتايزيشن، تقدر من خلالها تعمل ديجيتايزيشن للنمبرز دي وتبتدي تحسب الارقام او تاخد الارقام وتكتبها عندك لو انت عايز تكتب. جرافس ممكن تبقى مالتيبل بانلز زي ما شايفين هنا، وهنا جراف بيوريك الفورس برودكشن مع التايم ومع الانيشال اوفر تايم مع الانيشال لينكس، فبيديك معلومات مرتبطه ببعض بتشرح لك كل حاجه. اوكي، بعض الاحيان هتلاقي حاجه زي كده مالتيبل بانلز، هو واخد شايفين الجزء ده بس هو اللي موريهولي في الجراف، في الحته دي الجزء من هنا لهنا هو اللي موريهولي في الجراف. اوكي، يبقى الجرافس بتديك معلومات انت محتاج تفهمها علشان تفهم الريزلتس في بعض الاحيان، مش بقى كافيه. وعاده الجرافس بيبقى مكتوب فيها اكتر، هنشوف الجراف مكتوب اوكي مكتوب فيها اكتر من التكست. اوكي، الجرافس والتيبل عاده المعلومات اللي فيها تبقى اقوى بكتير، بيقول لك ان صوره ب 1000 كلمه هو بالظبط كده. ممكن تلاقي جراف بالشكل ده، انت عارف الجراف ده بيتعمل النون بارامتريك ستاتستكس، يعني للناس اللي بتدور على ميديان وعلى رينج وعلى حاجه اسمها لور كورتايل والميديا كورتايل اللي هو 25 ل 50 و 50 ل 75 والابر كورتايل. اوكي، ممكن تلاقي الراجل عامل او الاسر عامل لك الجراف ده مع مين والستاندرد ديفيشن سترونج. اوكي، ممكن تلاقي حاجه زي كده، ده اكشلي واحد كان بيدور على كورليشن ما بين ديفرنت فاكتور، فواحد يعني بيرفكت لينير بوزيتيف كورليشن، نيجاتيف يعني لا، فواخد لك كل حاجه الويت مع كذا الويت مع الفاريبل ده مع ده، هو مش عامله جراف، هو عامل حاجه اسمها كوريلوجرام، كاتب لك السترينث اوف كورليشن او اسوسيشن في الشكل ده، ومديك كلر، الكلر الاحمر يعني سترونج اوكي، والازرق يعني سترونج بوزيتيف والماينس يعني سترونج نيجاتيف مثلا. خلاص، فكل ما الكلر يغمق يبقى سترونج، احمر يبقى ناحيه النيجاتيف، ازرق يعني ناحيه البوزيتيف اند سو اون. ممكن تلاقي حاجه زي كده من هنا بردك، ده بيطلع كورليشن بوزيتيف كورليشن او نيجاتيف كورليشن، ومديك بردك ديفرنت فاريبلز مديك الكورليشن ده. اوكي، وبعض الاحيان ممكن تلاقي جراف موجود بالشكل ده، هو مديك جراف حقيقي اعمل بعد كده حاجه اسمها اكسترابوليشن. اكسترابوليشن يعني ماثيماتيكال كالكوليشنز عشان يبريدكت، اتس نوت ريال، يعني وانت بتاخد الارقام دي تاخدها يعني بالراحه قوي وتاخدها بالراحه وانت بتفهمها، يعني القياسات دي حقيقيه، القياسات دي مش حقيقيه، دي تنبؤات فتحتمل الصحه او تحتمل الخطا، ممكن يحصل كده ب 2015 ممكن ما يحصلش كده، هو غالبا نشر البيبر دي في 2014. اوكي، نفس الكلام الجراف ده نزل عن الكوفيد في مصر وابتدى ونسبه او عدد الحالات او نيو كيسز بير داي، فقال لك ان شكل الجراف ده لو انا كتبت عليه نورمال كيرف يبقى معناه ايفينشولي ان الكوفيد هينتهي في 1/6. الجراف ده از اكسترابوليشن، يعني اكسترابوليشن لو واخد داتا صح ومحسوب صح قد يطلع صح او لا. فلو انا خدت المعلومه من هنا اعرف انها اكسبكتد، هنا اكسبكتد از نوت رياليتي، لكن لما اخد معلومه من هنا اتس رياليتي، دي حقيقه، ده رقم حقيقي، كل دي ارقام حقيقيه. خلاص، فدي جرافس بتدينا افكار قويه جدا عن الابحاث بتاعتك او عن الريزلتس. وتذكر الريزلتس هي الانسر بتاع السؤال بتاعك، وانسر بارقام، اقول لك انت كويس تقول لي اه انا 100%، او انت كويس اه انا كويس بس تعبان 30%، بديك ارقام، ده الموست اكيوريت انسر للسؤال. قبل ما اديكم اكزامبل تعال نبص على بعض المعلومات اللي احنا ممكن نخلي بالنا منها، ان انت وانت بتقرا الريزلتس تلاقي ان كل العينين ما تحللهمش الريزلتس. احنا عندنا مقوله بالذات في الكلينيكال ترايلز بتقول once randomized always analyzed، يعني اي عيان دخل في الاستادي لازم يتحلل، ما ينفعش ما يتحللش. طيب في عيانين ممكن يبقوا لوست، اه ممكن يبقوا عيانين لوست، بتحصل، بس لوست ازاي ولوست لمين ولوست فين؟ فلازم لو في عدد، لو دخل في الاستادي 1000 وحلل 800 لازم يشرح لك ال 200 دول ما تحللوش ليه وتعامل معاهم ازاي، هل ليهم اي داتا، هل الداتا دي ما كانش يقدر يوصلها خالص، يعني يتكلم عن حاجه اسمها الاتريشن. اوكي، انا هبقى كونفيدنت لو الراجل اللي دخل عنده 100 وخرجوا 100، طيب هبقى كونفيدنت لو في ناس ما كملوش الاستادي وعادي جدا فور ايرليفنت ريزن، ما كانش ليه نفس هاجر، مات بسبب اي حادثه ما قدرش يوصل له اند سو اون، هبقى كونفيدنت لو الناس بتقع من الاستادي بتاعتي في الفولو اب من الجروبس كلها مش من جروب واحد. خلاص، هبقى كونفيدنت لو العدد اللي وقع ما ياثرش عليا في الريزلتس،
واتعارف او كان في حاجه متعارفه انه يبقى 20% او اقل من السامبل. بس بي كيرفول من الرقم ده، 20% وقع منك من جروب واحد ده وبقيه الجروبات ما وقعش منها حاجه is something dangerous. 20% وقعوا من 10 عيانين، يعني بقى لك 8 ما بقيت under sample sized. اوكي، يعني ال 20% دي لو ما اثرتش على السامبل سايز، لكن لو اثرت على السامبل سايز is very serious. وبيتعمل لها احصائيات معينه، حاجه اسمها sensitivity analysis، بيتعمل لها حاجه اسمها introductory بروتوكول analysis، انا مش هدخل فيها. هتبقى مش confident في الاستادي ده لو قالك جروب واحد بس اللي بيقع منه، وقال لك ان العيانين دول وقعوا عشان هم حصل لهم deterioration بسبب سايد افكت معين. العيانين اللي عملوا خدوا التريتمنت دول كلهم جالهم حساسيه، كلهم جالهم vomiting، كلهم جالهم gastroenteritis مثلا. اوكي، ولو كان هيوج بروبورشن ياثر على السامبل سايز، ابتدينا ب 1000 وقع مني 500، doesn't make any sense كاستر. طب حد ممكن يسال سؤال، طب say ان العيانين بيموتوا، well العيانين لو انا بعمل استوديو وعارف ان البيشنت غالبا بيجو انتو ديث terminal cases، يبقى مش اصلا مش سمارت ان انا احلل لهم داتا، يعني اول داتا عاديه، محتاج ان انا اول حاجه افكر فيها المورتاليتي ريت والسرفايفل ريت. اوكي، يبقى دي الحاجه اللي هدور عليها، لكن ان انا احاول احلل الناس دول اتحسنوا ما تحسنوش بس كده، او اقول الافكتفنس اوف تريتمنت قد تكون ده مش ميجرمنت صح. اوكي، طيب خليني اخد اكزامبلز. قبل ما اخد اكزامبل كان حد بعت سالني سؤال. السؤال كان بيقول ان هل انا او يعني هو هنا حد غالبا بيتكلم على ايه، ان هو بيكتب بيبر مثلا والبيبر دي بتجيله كومنتس من ريفيور، هل من حق الريفيور يطلب الرو داتا؟ اه يعني من حق الجورنال ومن حق اي كوميونتي ان هو يطلب الرو داتا، المفروض تحتفظ بالرو داتا لو انا الريسيرشر اب تو 15 سنه في كلينيكال ترايلز. اوكي، حته بقى يسرقها يسرقها ما بيحصلش ده خالص، انت بتتكلم مع ريفيور من انتيتي قويه. اوكي، ما فيش حد هيسرق الداتا دي، مفيش حد هيجبردايز الكارير بتاعته كله عشان ياخد الداتا بتاعتك. طب لو واحد في اسئله كده اللي هي بقى اضمن ازاي الناس ما تاخدوش الفكره بتاعتي، والله جنرال سبيكينج اي حد ممكن ياخد فكره اي حد، يعني ايه؟ يعني كلنا بنقرا بيبرز طلع منها افكار. اوكي، فان انا اخد فكره حد از نوت بيج ديل، هو مش مهم تاخد الفكره، الفكره دي حاجه جينيريك. يعني انا قلت لك انا عايزه اعمل احسن اعمل علاج، احسن علاج للكوفيد. اوكي، ترامب من يومين جه قال لنا نشرب ديتول هنبقى كويسين والكوفيد هيروح. اي حد عنده فكره، بس مش كل فكره ابليكابل، ومش كل فكره بتتعمل، ومش كل الناس بتكمل فكره. ياما ناس ابتدت ريسيرش وقعدت فيه 20 سنه ما خلصتهوش. انا اكشلي بريفيو بيبر كلينيكال ترايل معموله قبل 11 سنه. اوكي، وتعملت منها افكار كتير. فحته ان حد يسرق فكره وما يسرقش فكره، ما تقعدوش تحطوا وقت كتير قوي في الكلام ده، ده كلام مضيعه للوقت يعني ان احنا نفكر فيه. تعالى ناخد اكزامبل من البيبرز اللي موجوده ونشوف ازاي الريزلتس مكتوب. اوكي، البيبرز ازاي مكتوب، احنا هنا بنتكلم على الريزلتس. اوكي، اهو هنا الريزلتس. اول حاجه يعني في اي ريزلتس بيعرف لك دايما السامبل بتاعه، جنرال بيديك ديسكريبشن للسامبل، زي ما اقول لك انت مين، او تيجي تقول لي انت مين، اقول لك انا علياء. انت مين؟ علياء، استاذ مساعد. فين؟ فعلاج طبيعي. اوكي، يبقى بعرفك بنفسي حاجات ديسكربتيف. اوكي، طب تفاصيل بقى تيجي بعد كده خلاص. يبتدي يتكلم هنا مقسمه حسب الفاريبل على الافيكاسي. اوكي، وابتدى في كل مره يكتب لك كونفيدنس انترفال، يكتب لك مين وميديان. اوكي، ويكتب لك كونفيدنس انترفال وبي فاليو خلاص، وهكذا. وسبلمنتنج، انا جيت قدام ده ولقيته ظريف قوي، ده هو ده جراف انا اول مره اشوفه يشبه كده. هو الراجل ده مستخدم نون بارامتريك، فممكن يستخدم بوكس بلوكس، هو بوكس بلوكس بس من غير البوكس، يعني مديك الميديان ومديك الايه الابر او ماكسيمم رينج واللور رينج، ومديك صوره او مديك صورتين او تو سامبلز، واحده لبوينت معينه والثانيه للسكوير دي بوينت ثانيه وهكذا. فمديك ومش مديك كده، ده مديك البين تغيراته مع النمبر اوف تابلتس. اوكي، فواحد زي ده اتقالت البيت فيه مشكله، مشكله الكونفيوجن. يعني انت هنا لما تيجي تبص ده معناها حوالي ماينس 7، طب ده معناها كمان 30، يعني كل العينين اللي كانوا اتغير عندهم البين بماينس 7 كلهم او ب 7، يعني 7 بوينتس كانوا بياخدوا 30 قرص. It's a confusing one. This is one I wouldn't ever get information واثقه منه.
هو مديني جروبس، وانا ببص بايز قوي يعني برضك عشان الناس اللي اول مره تعرف او تقرا جراف، بص على جراف وبص اول حاجه على الاكس اكس، على الاكس اكسس هو بيكلمني هنا على ديفرنت تريتمنت، هو مدي جروب ايبروفن، جروب جينجر، جروب بلاسيبو. بعد كده ببص على الفيرتيكال، ده الباز الفيجوال انالوج سكيل اللي بيقيس البين المليمتر، يعني الماكسيموم بتاعه 100 والمينيموم بتاعه ماينس 100 بالمليمتر. خلاص ماينس من 100 يعني بيتحسن، 100 يعني بيزيد. هنا جريبي نمبر اوف تابلتس من اول 0 لغايه 60 تابلت. اجين لما اجي ابص على ده اتس كونفيوزنج، اولا اتس نوت ا كومن جراف، ذيس از تكنيكالي ا بوكس بلوت بس اتس نوت ا بوكس بلوت. ثانيا الجراف ده بيديني رقم لو بصيت اكتر من ناحيه هتلخبط. اوكي فاجين ذيس از ا ليتل بيت كونفيوزنج، من غير ان انا اقرا لتحت هبقى متلخبطه تماما، بس اتس نوت ايزي فور ذا اي، فمعرفش اطلع منه معلومه. هنا هضطر ارجع للتكست، هنا بيقول لك التحديد اسمه ليجن، ليجن تشينجز اون 100 ملليمتر فيجوال انالوج سكيل، معرف الابريفيشن اند ذا توتال كونسومشن اوف اي اكتينوم اي مينوفين during 3 weeks treatment with ibuprofen EV ginger extract okay or placebo. خلاص median values and 95 confidence interval limits are shown. يبقى ده حتى ما طلعش بوكس بلوت، ده طلع الميديان و95 confidence interval اول مره اشوفها. The ranking between the three periods were tested by Friedman test، ده اسم non-parametric test. For VAS Friedman test P اقل من 0 chi squared كذا blah blah blah. خلاص it's confusing، ما اخدش منه معلومه نافعه، هحتاج ارجع للريزلتس اقراها نفسها. نفس الكلام هنا، طب ابص على الريزلتس كاتبها ازاي، قلنا ديسكريبتيف ابتدى يتكلم كل مره على كل جروب اتحسن ازاي، وبعد كده الفرق ما بين الجروبس، ويديك عليها الفاليوز بتاعته، واهم حاجه البي فاليو والكونفيدنس انترفال. اوكي دي المعلومات اوكي اللي بتهمني انا، بقى لما اشوف المعلومات دي ممكن احكم حكومات ثانيه. لو انا عارف احصى هقول مثلا انا الكونفيدنس انترفال 47 ل 63، يعني السايز بتاع الكونفيدنس انترفال هقول حوالي 20. لو انا لقيتها مثلا 50 هقول لا ده الفاريبيليتي عنده كبيره، يبقى ممكن ده السبب ان هو ما لقاش ريزلتس. خلاص دي معلومات احصائيه خليت البيت ايه مختلفه مش هتعامل ايه معاها في المره دي لان هي بره السكوب بتاعها. تعال نبص على اكزامبل تاني على ريزلتس، الراجل ده كان منظم وكويس، فممكن نبص على الريزلتس بتاعته هنلاقيها منظمه برده كويسه. هو عادة اللي فاهم كويس بيكتب كويس، واللي بيكتب كويس الناس بتفهمه كويس، واللي بيفهمك كويس الدنيا بتبقى بيسفول معاك، لان دايما الانسان عدو ما يجهله. فالريفيور لو ما فهمش ولقى حاجه مش واضحه مش هيحب شغلك. الريدر لو انت هتقرا حاجه وما لقيتهاش واضحه مش هتكمل قرايتها. اوكي؟ فهنا برضو مدينا جراف يقول لنا عدد العينين اللي شافهم، والعدد في الاخر اللي دخلوا في الاناليسيز معاه، وكم واحد دروبت اوت. اوكي زي ما احنا كنا بنتكلم شويه. ابتدى يتكلم على الكلام ده ان تكست، وكاتب لك في وسط التكست التيبل اللي ترجع له. بعد كده ابتدى يتكلم على التحسن في العينين بتوعه ونسبته، ومديك الكونفيدنس انترفال ده سي اي اختصار ليها، ومديك البي فاليو يعني مديك كل المعلومات اللي تحلم بيها، ومطلع لك اهي الفيتامين بي والبلاسيبو والفرق ما بين الجروبس بالبي فاليو. خلاص فمديك في الكونفيدنس انترفال في التكست مديك البي فاليو هنا في الحاجات اللي هي مش مهمه قوي. جه الجزء ده الحاجات اللي هي الاوتكم ميجرز اللي هو فيتامين بي بلاسيبو بين جروب، مديك كل مره المين والكونفيدنس انترفال، ومديك البي فاليو. فلو انا بصيت كده اقول ما كانش في اي حاجه ديفرنت ما بين التو جروبس اند اوف ات، وكله اهو الكونفيدنس انترفال معديه الزيرو، يبقى في ايه نو سيجنيفيكانت ديفرنس. اوكي لو بصيت على الجراف هنا هلاقي هنا مديني الجراف اوفر تايم تريند لاين اوفر تايم، يديني المين بتاع الديسابيلتي مع التايم لغايه 24 مانس، يديني فيتامين دي اللي هو الاسود اللي هو السوليد، ومديني اللي هو البلانك بلاسيبو، وبديني كمان الارقام بتاعت العينين في كل مرحله. وانا شايفه من هنا هل في اوفرلابنج قريبين من بعض ولا اوكي؟ اوكي؟ انا بس بعتذر ان انا ارد على الاسئله السبيسيفيك لشخص معين. لو في الاخر في وقت انا ممكن طبعا اهلا بيكم ارد، لكن جنرال سبيكينج انا مش هقدر ارد في الوقت الحالي غير على الاسئله اللي خاصه بالجزء اللي بشرحه. اوكي بكده انا خلصت لغايه، يبقى احنا كده اتكلمنا على الانترودكشن، اتكلمنا على الميثودز، اتكلمنا على الريزلتس. حد
يحب يسأل أي أسئلة خاصة بالبرزنتيشن، في حد حاجة مش واضحة بالنسبة له، you can raise all of your hands لو أنت عايز تسأل. في حد عايز يسأل؟ في حاجة مش واضحة؟ ننتقل اللي بعد كده للديسكشن. الديسكشن is basically an explanation of results. هو بيقول لك أنا لقيت إيه؟ والكلام بتاعي ده في وسط الساينتفك كوميونتي عبارة عن إيه؟ وإيه اللي ممكن تاخده مني أو تفهمه مني؟ فيقول لك أنا مثلا لقيت إن العينين اللي خدوا فيتامين دي اتحسنوا، وفي غيري عملوا كده ولقوا إن العينين اتحسنوا. بس خلي بالك إن اللي عملوا كده والعينين بتوعهم اتحسنوا كانوا واخدين إيج مختلف، ده معناه إن الداتا بتاعتي في عينين تانيين، بس واضح ان في سستيند افكت ريجاردلس للايدج. او يقول لك انا عملت كده والعينين بتوعي اتحسنوا، اديتهم فيتامين دي فالاوستي ارثرايتس اتحسن، بس في واحد تاني عمل العيانين الاوستي ارثرايتس فيتامين دي وما اتحسنوش، بس هو لما اداهم فيتامين دي اديهم دوزز مختلفه والعيانين كان السيفيريتي مختلف. يبتدي يبقى يقول لك الريزلتس بتاعته معناها ايه؟ العينين اتحسنوا. طيب ومعناها ايه في الساينتفك كوميونتي؟ معناها ايه بالنسبه للباقيين؟ انا زي الناس ولا مش زيهم؟ نقدر نخلي نحط الداتا بتاعتنا على بعض ونقول ان الايدج ريجاردلس الايدج العينين اللي بياخدوا فيتامين دي بتحسنه ولا لا، ريجاردلس السيفيريتي هيتحسنه ولا لا ولا. بس وانت بتعمل وانت بتقرا الدسكشن دي كيرفل، لو هو بيقيس فيتامين دي وقال لك العينين اتحسنوا عشان بيتعرضوا للشمس وهو ما قاش التعرض للشمس، يو كانوت تاخد المعلومه دي منه. هو هنا بيحاول يكسترابوليت، بيحاول يكسبلين. لو قال لك العينين بتوعي اتحسنوا لان فيتامين دي بيحسن الابيتايت والابيتايت بتخليه ياكل اكتر، اوكي، يبقى انت هنا بي كيرفول. هو مقاس الابيتايت، مقاس البروبورشن بتاع الاكل بتاعه، يو كانوت تاخد المعلومه دي هنا بيقول اكسبلينيشن. فلو لقيت كلمه زي الاتريبيوت اكسبلين باي مي بي ديو تو اسيومد، دي اعرف انها معلومه بيزد على معلومه علميه، بس ممكن تبقى في المكان ده او لا. يعني هو مش لازم تطبق عليه. لو انا جيت قلت لو انت شفتني لقيتني مبتسمه فقلت يبقى انا سعيده، هو ممكن المعلومه دي تبقى صح وممكن تبقى غلط، مش كل واحد مبتسم سعيد، ممكن واحد مبتسم هو متعود على كده، عنده سبازم في المصري وات ايفر، اوكي. فبي كيرفول ان انت في الدسكشن لما تاخد الاكسبلينيشن بتاعه تعرف ايه اللي هو قاسه وايه اللي هو ما قاسهوش، واللي ما قاسهوش خلي بالك وانت بتاخد المعلومه دي، تاخدها بحذر، تاخدها بكلمه attributed maybe explained by need further investigation or confirmation، اوكي. ودي اكتر مشكله بناخدها، ان احنا نقول ان الراجل قال كذا، هو الراجل قال ان العيان اتحسن عشان الابيتايت اتحسن، هو ما قاسش ده. ودي اكتر مستيك بلاقيها في الناس اللي بيكتبوا بعد كده ارتكلز او بيشرحوا ارتكلز. الحاجه المهمه تانية في الدسكشن هي الليميتيشن والفيوتشر دايركشن. الليميتيشن والفيوتشر دايركشن عاده ده بيبقى اخر باراجراف، وده المنجم اللي اي حد بيدور على ريسيرش عينيه يروح فيه. انا قلت ايه؟ ان العيانين اللي بياخدوا فيتامين دي اتحسنوا علشان النيوتريشن اتحسنت، بس انا ما قستش كده. طيب الناس بقى تقيس ده. فاجي اقول لك انا قلت ان الناس اتحسنوا عشان بياكلوا بس انا ما قستش ده، ده الليميتيشن بتاعتي. انا اي didn't account for nutrition. يجي اللي بعده يروح عامل ريسيرش ايه؟ يدور على النيوتريشن في الناس اللي بياخدوا فيتامين دي. اوكي؟ اند سو اون. فالديسكشن هي بيزيكلي بتديك فهم للمعلومه في الكونتكست بتاع الكوميونتي، بتديك راي الريسيرشر في تفسير النتائج اللي ما قاسهاش بيزد على الاذر بابليكيشنز اللي هي valid publication بس ممكن مش valid هنا، وبيديك الليميتيشن والويكنسز اللي موجوده في الاستاد دي اللي انت ممكن تحسنها في فيوتشر ستادز. فده منجم لاي حد بيدور على ريسيرش. فهو بيزيكلي اجين بيقول لك what does the results mean و what then؟ ايه اللي انت محتاج تعمله؟ اجين خلي بالك لو حاجه هو اسها تقدر تكونكلود upon حاجه وتقدر تستخدم الانفورميشن دي with confidence based على الكونفدنس بتاعته. لو هو ما قاسهاش ده a new hypothesis. يعني ايه؟ يعني حاجه جديده محتاجه تبقى تيستد. It's a research idea محتاجة تتعمل وتبقى verified ودي future direction. خلاص؟ قبل يعني ما نروح ناخد examples هاخد a conclusion. A conclusion في الآخر هي take home message. يعني أنا لو قريت السؤال وقريت أول حتة في discussion زي ما هعرفها كمان شوية اللي هي بتقول لك الـ results معناها إيه والinterpretation بتاعها إيه، التيك هوم مسج هي اللي هتاخدها ان العلاج ده افكتيف للعيانين، نحاول فيه ما نحاولش فيه. هو هنا بيزيكلي الانسر موجود بس بدل ما كان في ريزلتس نيوميريكال هنا بقى مكتوب في شكل كلام ابليكابل للريال لايف، اوكي. والكونكلوجن ده اللي انت بتاخده من الاستادز وتكتبه عندك، تكتبه في الكونكلوجن سواء نيوميريكال او طبعا كل ما يبقى نيوميريكال يبقى احسن. فتقول ان تقول الاوستيو ارثرايتس بتتاثر بفيتامين دي effective او الفيتامين دي is effective in treating vitamin D، بتعرف الانترودكشن عندك.
لما بتيجي تتكلم على اوستيو ارثرايتس بروجريشن وتقول ان فيتامين دي بيسبب بروجريشن ديفيشنسي بيسبب بروجريشن، دي المعلومه اللي خدتها من البيبر ودي اللي كتبتها عندك في الانترودكشن. اوكي، ودي الحاجه اللي بتبقى من البيبر. خلاص طيب خلينا ناخد كده اكزامبل هنا على الايه الانترو على الايه على الديسكشن. هنا لو نتذكر البيبر دي كانت بتدور على بتقارن الجينجر والايبوبروفين والبلاسيبو في علاج الاوستيو ارثرايتس. اجين عشان نتاكد ان انا بقوله صح وما نسيتش عشان انا بنسى كتير، هنزل تحت اهو خلاص واشوف اهو بيقول ايه with acetamin actinum يعني with ibuprofen as basal therapy a three group crossover study placebo ginger extract and ibuprofen were undertaken. اوكي ده البربس بتاعي. خلاص هاجي هنا الباص بتاعته، بصيت هنا الافيكاسي هقول ان هو ايه ان هقول في الريزلتس The parameter of pain it changed during therapy in all pain periods. كل العينين اتحسنوا. However, a highly significant range of efficacy of the three treatment periods كان الـ ibuprofen more effective عن ginger والاكستراكت والجينجر اكستراكت أكثر من البلاسيب. ده النتائج بتاعته. خلاص يبقى الـ ibuprofen كان most effective. طب هنا الـ study بيقول لك إيه؟ The study demonstrates a ranking of efficacy on pain level and function in patients with osteoarthritis of the hip or knee with ibuprofen being more effective than ginger and blessing. أهو. يبقى احنا جاوبناها في اول جزء في الـ في الـ في الايه في الديسكشن. الناس بس اللي بتشوف كلمه رانكينج عشان هو عامل حاجه هنا اسمها نان بارامتريك تيست. نان بارامتريك بتبص على الرانكينج، هو عشان كده كده كلمه رانكينج. فهو ابتدى يفسر النتائج بتاعته اول حاجه خلاص، وابتدى يتكلم على السايد افكتس اند سو اون. هيبتدي يحاول يفسر الريزلتس. اوكي فبيقول لك مثلا ان ال During 3 weeks of treatment, no significant adverse events were noted which could be ascribed to the active substance. مفيش ما لقيناش أي adverse effect ليها دعوة بالactive ingredient. وهيبتدي يفسر كل واحدة الأنتي اللي هو نون استرويد الأنتي انفلاماتوري هل هما كويسين ولا لا، اللي هو التريتمنت اللي اداها يعني. فيبقى ابتدى أول حاجة إن هو قال الريزلتس، ابتدى يسبورت الريزلتس ليه بعد كده الايبوبروفين هيبقى أحسن من الجينجر، ليه البيريود دي كانت كافية. هيبتدي يحاول يقارن بالناس الثانيه لو موجوده اوكي او مش موجوده بقى، لو مش موجوده مش هيقارن بحد اوكي. فمثلا هيبتدي يقول ان اور ستادي لقينا الريزلتس دي سوري هنا ده اللي انا اسفه هنا ده الليميتيشن بتاع حاجه نطلع فوق سنه اتكلم على ادفيرس ايفنتس. هو بصراحه هو هنا مش كاتب او مقارن بالاذر ستادز، هو كل اللي كاتبه ان في بعض الاستادز اللي اتكلمت على الايفكتفنس بتاعه الجينجر از سبايس في الاكل، فمش مقارن بناس ثانيه، ولكن كاتب بعض الحاجات من البيزك ساينس ان هو بينهبت مثلا البروستاجلاندين وان هو ليه انتي انفلاماتوري افكت. اوكي فهو راجع للبيزك ساينس مش بيقارن بالكوميونتي جنرال. اوكي اخيرا هيكتب لك في الاخر ايه بعض الليميتيشن اللي موجوده في الاستادي دي. ان دي ستادي In our study, this effect was described to the patient in detail before entry, and we believe that participants of the study have been honest in the reports. طبعا again, being honest is not the assumption جميل وحلو، بس محتاج ان هو يبقى objective. فبيقول لك يبقى محتاج ان احنا نعمل blinding زي ما احنا كنا بنقول عليها ندور عشان نقلل ان الناس تبقى متاثره بان هم عارفين ان واكلين سبايس فيرسز داون. مثلا كاتب هنا الديسكشن دي تعتبر weak discussion. اوكي تعالوا نبص على الاستادي اللي هي دي الاستادي دي كويسه نشوف كاتب الدسكشن بتاعته ازاي. تاني الاستادي دي الجول بتاعها اخر باراجراف في الانترودكشن was to determine through the performance of a clinical trial whether vitamin D supplementation is associated with reduction in symptomatic and structural progression of knee osteoarthritis. يعني symptoms, pain with disability, اللي هو joint space with cartilage thickness. وده كان في المسج بتاعته. طب ال results بتاعته
80% of vitamin D group and 82% completed the intervention. هو لسه انا بتكلم مين وقع ومين ما وقعش. طيب ننزل تحت شوية. كل ده لسه بيتكون على سامبل بحت. نيدين النيدين felt by about 2 units in both groups and the effect of treatment over time was not significant in quadratic mixed effect. هو الفرق في البي ما كانش للدرجات في الناس اللي خدوا فيتامين دي. Results were similar for the effect of treatment in secondary models using a linear time trend. اللي احسن عمل. Similarly, there was no evident difference between groups in the secondary clinical trial. Okay, and هنا negative study. فبيقول لك table 2 بيديني كل الريزلتس دي. كل مره مديك البي فاليو ومديك الفيجر او التيبل اللي بيسبورت كلامي. فهو كل الريزلتس تحته not significant. خلاص؟ ننزل على الدسكشن. الدسكشن هنا هو كاتبها بشكل مختلف. كاتبها حسب الجورنال مطالب او الشكل بتاعها كومنت. This study was predicted on the dominant participation of very articular bone, the known benefit of vitamin D, blah blah blah. However, additional results from epidemiological studies added كذا كذا. هتلاحظ ان هو هنا مش كاتب كتير عن الريزلتس ده. اوكي؟ هو كاتب قاعد مدي مقدمه كبيره وبعد كده مديك حاجه عن مشاكل النيجاتيف ستادز. فاكرين ما كنت بقول لكم ان الحاجه النيجاتيف ستادز ما بناخدش بيها؟ هو الراجل ده الريزلتس بتاعته نيجاتيف ما لقاش افكت. فبالتالي هو باذل جهده في مش ان هو يوريك الريزلتس بتاعته لان عارف ان الناس بتاخد بيها. هو باذل جهده ان هو يقول لك ان النيجاتيف ستادز مش وحش. بعد كده يقول لك ليه ممكن تكسبلين الريزلتس بتاعته طلعت نيجاتيف. اوكي؟ وهل ده هيأثر على الريزلتس بتاعته ولا لا؟ وفي الآخر خالص كاتب لك إن الريزلتس of this study with recent observation data indicates that vitamin D does not have a major effect on knee osteoarthritis progression or symptoms among patients. فهنا هنا الدسكشن اختلفت خالص لأن الريزلتس بتاعت بتاعت البيشنس بتاعته طلعت نيجاتيف، طلع ما فيش effect. وزي ما قلنا احنا النيجاتيف study بنبقى skeptical about يبقى السامبل سايز بتاعتها محتاجة تتحسب مرة ثانية. اوكي يعني في حاجه مشكله في السامبل سايز بتاعتها ان هو حاسب السامبل سايز على ان هو يلاقي ديفرنس لو ما لقاش ديفرنس يبقى هو اللي حسبه ما طلعش اكيد. اوكي تاخد انذر ستادي الدسكشن بتاعها الدسكشن هنا بادية اهي ان هو اول حاجه بيقول لك الريزلتس دي ستادي سجست ان انديفيديوال ديفيشنت ان فيتامين دي سيرم كوليكالسيفيرول 25 هاف ان انكريز ريسك اوف اوستيوارثرايتس بروجريشن وابتدى يقارنها على طول ب لقى حاجه significant فابتدى يقارنها ب other studies recent review. اوكي ابتدى يكومنت على المعلومات اللي موجوده عنه ويقارنها بال other studies اللي موجوده خلاص وابتدى يقول حاجه زي ان is more likely to be explained by difference in baseline هو مش متاكد واللي قال الكلمه دي حتى مش متاكد ولكن ده بيهايبوثيسايز. اوكي فابتدى يدخل بعض المعلومات اللي هتنتهي في الاخر بان هو يقول لك ان احنا محتاجين فيوتشر ستاديز ريكفر البوينتس اللي احنا مش عارفينها وايفينشولي هيقول لك ان في ليميتيشنز اللي هي الاريا اللي اقدر اطلع منها ايدياز ان مثلا هنا ان مثلا الاكسبوجر للصن اوكي يبقى محتاجين نكوانتيفاي ده اند سو اون واخر حاجه خلاص هيقول لك ان الكونكلوجن ان هو لقى ان فيتامين دي او في ايفيدنس فروم اوبزيشن ستادز اند كلينيكال ترايل بتقول ان فيتامين دي ديفيشنسي ممكن يؤدي الى اوستيوارثرايتس بروك خلاص يبقى هو كده خلص الجزء ايه اللي هو او الجزء بتاعه بان هو انتهى بالكونكلوجن او التيك هوم مسج اخر حاجه هل الجزء ده في اي اسئله او حد عايز يسال على حاجه هل حد عنده اسئله في الجزء ده حد يحب يريز هاند اوكي طيب اخر حاجه هنتكلم عنها الريفرنسز. الريفرنسز لو انا حبيت اقراها ابقى عارفه ان انا بقراها مينلي علشان حاجتين يا هجدج الشخص ده والكتابه بتاعته مش الشخص نفسه ولكن الكتابه بتاعته يا هجدج يا هدور على سورس هجدج الشخص نفسه لو انا كاتبه في موضوع مثلا لو انا بتكلم على الاوستيو ارثرايتس وبتكلم على الايديولوجي بتاعها جوزيف باك والتر از ده الجاد فازر بتاع البريفلنس اوف اوستيو ارثرايتس والجاد فازر بتاع الباثوفيسيولوجي بتاع الاوستيو ارثرايتس ما ينفعش ما تكتبش الراجل ده اوكي لو انا بتكلم في الماسل كونتراكشن في اسامي ناس معروفه في الحته دي يبقى انا هجادج الشخص لو لقيت الريفرنس ده
لو لقيت الريفرنس تحت واخده كي بيبرز مش سكيبنج كي بيبرز يبقى الشخص ده كويس او كتاب سوري كتابه الشخص ده كويس. طيب الجزء الثاني انا كريدر وعايز ادور على ريفرنس ثانيه، كل معلومه هيقولها في الانترودكشن انا عايز ارجع لها، كل معلومه هيقولها في الميثودولوجي انا عايز ارجع لها، كل معلومه هيقولها في الدسكشن انا عايز ارجع لها، هرجع فيها للريفرنس ليست اطلع منها المعلومه. طيب خلي بالنا ان في جنرال كونسبت بيقول لك ان انا دايما الريفرنس تحت تبقى اب تو ديت، بس خدوا المعلومه دي يعني فكروا فيها شويه. حسب ايه؟ يعني انا لو انا بتكلم على سمارت فون هو طلع في اخر 10 سنين وبيتغير كل يوم، اصعب ان انا اخد معلومه من 10 سنين، ده انا لازم اخد في اخر سنتين ولا حاجه لانه بيتغير كل يوم. حاجه ليها دعوه بالتكنولوجيا بتتغير كل يوم، ديزيز جديد الكوفيد مش هدور عليه من 10 سنين، هدور عليه دلوقتي. ما ينفعش اجيب حاجه من قديمه الا لو هتكلم على سبانيش فلو مثلا. اوكي؟ طيب معلومه البيزك بتاعها زمان. اوكي؟ البيزكس يعني مثلا بتكلم زي ما كنت جايبكم بيبر من الثلاثينات بتتكلم على المسل فيلوستي اوف كونتراكشن. لو انا جيت اعمل ستادي جديده على فيلوستي اوف كونتراكشن ما ينفعش ما اتكلمش عن هيل موديل اللي اتعمل في الثلاثينات. فالاولد از جولد في بعض الاحيان، بس الحاجه تقدر بقدرها. لو كلاسيكال بيبر اسينشال يو هاف تو جو تو ذا اسينشال. لو انا بتكلم على بريفلنس وايفيدنس بيتغير من يوم للتاني، ما ينفعش اخد البريفلنس اوف ديزيز من 20 سنه، doesn't make any sense. لو انا بتكلم عندي اثنين سيستماتيك ريفيوز، واحد 12 من 5 سنين وواحد من سنه، ما ينفعش اخد السيستماتيك ريفيو القديم خلاص الجديد شاله الا لو هقارن بيه. اوكي؟ فخلي بالك ان الريفرنس ليست تقدر تجادج منها الاكستنت والنولج، هو ذاكر الناس الكي ولا لا، تقدر تجادج منها الانفورميشن بتاعته اب تو ديت ولا لا، او هي في الكور ولا لا، وهي اريتش ريسورس ماين ليك منجم تقدر تطلع منه ريفرنس ترجع لها. خلاص؟ طيب وبالتالي ده الحاجه اللي انت بتحتاج تبص عليها. طيب في حد عايز يسال في الجزء ده اي حاجه؟ قبل ما ريكاب وابتدي اخلص المحاضره عايز اقول بما ان احنا قرب الفطار يعني اعتقد الصوره دي is very reflective. كل حاجه في ريسيرش ممكن نشبهها بالساندوتش الجميل دوت. الساندوتش ده عباره عن عيش اوكي وجواه سلطات وصوص وجواه بيف وبرجر. اللي رايح ياكل الساندوتش ده مش رايح ياكل ساندوتش، هو رايح ياكل ساندوتش برجر. اوكي؟ If you are reading you need البرجر. البرجر mainly هي results. اوكي؟ وزي ما شايفين كده الاحجام مختلفه، البرجر results بس البرجر دي لوحدها هتبقى دسمه وممكن ما doesn't make much sense فتحتاج شويه عيش يخفف منها. البرجر دي لوحدها من غير الحاجات اللي محطوطه عليها different. احنا بناكل برجر في البيت something، بنروح ناكلها بره حاجه ثانيه. يبقى البرجوس والماسودز والدسكشن ده كله بينهانس التيست بتاع الريزلتس، والكونكلوجن ده اللي تطلع منه، بس انت حتى من غير الكونكلوجن هتعرفه من الريزلتس. طيب لو انا ببص على الكريتيكال ابريزل، انا كده هنا ريدر بقرا بس. لو انا ببص على الكريتيكال ابريزل اتس نوت اباوت ذات، اتس نوت اباوت ذا تيست، اتس اباوت هي معموله من ايه ومعموله ازاي ومعموله هاو. فمثلا انا هنا عندي كريتيكال ابريزل تقول انا بنتقد، يعني هاخد كل حاجه من دي، مش هاخد المعلومه ازز، انا هاخدها وهفكر فيها وابتدي ابقى اللي بيسموها اللي هو الديفلز ادفوكيت، ابتدي اقول لك ليه عملت ده وما عملتش ده. اوكي؟ طيب لو انا بتكلم على كريتيكال ابريزل محتاج قبل ما اعمل كريتيكال ابريزل انا عندي enough background knowledge of the condition. لو بقرا في اوسيو ارثرايتس ما اقدرش احكم على الاوسيو ارثرايتس غير لو انا قريت وفاهمها كويس. ما اقدرش احكم على ديزاين غير لو فاهم الكلينيكال ديزاين. لو انا الناس اللي تحت ما ينفعش احكم عليها وانا مش عارفه ايه الجديد وايه الفاليد وايه السنسيتيف وايه اللي مش فاليد، ايه الاستاتستيك الصح وايه الغلط. ما اقدرش احكم على الكونكلوجن بتاعه لو انا مش عارف ايه هي الحاجات اللي تعتبر ريسك اوف بايس في الديزاين ده. اوكي؟ لو انا خدت الاستادي دي ازيتس ما ينفعش حتى احكم على الدسكشن بتاعته ولا على الانترودكشن بتاعته لو انا مش عارفه ايه الريليفنت بابليكيشنز ان ذا فيلد. اوكي؟ فخلي بالنا ان الكريتيكال ابريزل مش مجرد قرايه، ده انا عندي باك جراوند نولج احكم عليك، انا حكم، انا جادج، انا زي الدكتور اللي في الشفوي بيمتحنك، فانا جاي امتحنك، انا جاي اكومنت على شغلك واقول كويس واقول الوحش. اوكي؟ طيب جاست ان كيس ان حد انترستد، انا عارفه ان اجين زي ما قلت في الاول هو مش الكونسبت بتاعنا هنا هو الكريتيكال ابريزل، بس الكريتيكال ابريزل ار افيلبل تولز. الافيلبل تولز قول زي اللي انا قلته بالظبط، زي مثلا دي جايه من اوكسفورد وده اكتر حاجه احنا بنرجع لها ككريتيكال ابريزل. الكريتيكال ابريزل الجزء العلمي فيه، واخدين بالكم من كلمه علمي ان في جزء فني،
الجزء العلمي هقول لك ان انا بكومنت على البيشنس والانترفينشن والكومباريزن والاوتكم، بتكلم بكومنت على الكلمه اللي احنا قابلناها من شويه، كلمه راندمايزد. راندمايزد ولا لا؟ يس نو انكلير. بكومنت على الجروبس بتاعتي كانت هوموجينس ولا لا؟ خلاص؟ وكل مره عارف ان انا هلاقي الانفورميشن فين، لما بتكلم راندمايزد عارف ان المعلومه دي هلاقيها في الميثودز بتاعتي وفي الستدي ديزاين. لما بتكلم على جروب كانوا سيميلر يعرف انهم سيميلر من حاجتين، الحاجه الاولانيه من الراندمايزيشن خلاص، والحاجه الثانيه من الريزلتس لما اجي قارن لك الجروبس او العيانين في الاول خلاص، او جرافس او تيبلز بشوف هل العيانين خدوا تريتمنت واحده ومتشابهه. يعني ما ينفعش عيان اديله علاج كل يوم والتاني بديله كل اسبوعين واقارن ما بينهم، الا لو العلاج اللي كل اسبوعين ده لونج تيرم افكت، يعني واحد بياخد شورت تيرم شورت اكتنج انسولين وواحد لونج تيرم انسولين، ممكن اغير الدوزج. لكن لو حاجات زي بعض متشابهه في الدوزج بتاعتها والايفكت بتاعتها ما ينفعش ان انا يبقى ليهم ديفرنت سكيم، سواء في القياس في الدوز بتاعته انترفنشن في القياس وما شابهه. فالحاجات دي هلاقيها في المسج خلاص. لو انا بتكلم على العيانين وير اول بيشنت هو انتر ذا ترايل اكونتد فور، يعني هل في حد دروبد مني، هل في ميسنج انفورميشن اتكلمنا عنها، اوكي هلاقيها فين؟ في الريزلتس اوكي، والتيبلز ممكن الاقيها ثرو اوت ذا تكست. لو انا بتكلم وير ذا ميجر وير ميجرز اوبجكتيف، يبقى انا بتكلم على الميثودز اوف اسيسنج. وير بيشنت اند كلينيشن بلايند، هدور في الميثودز، قد لو بيبر شيت هتلاقيها عامله لها سب سيكشن خاص بيها. وات وير ذا ريزلتس، اللي هو التريتمنت افكت، التريتمنت احصى بقى. يعني هنا لو انا بتكلم على الريزلتس يبقى لازم انا عارف احصى وهلاقيها دايما في الريزلتس ومعناها ايه. انا هسكيب دي لانها لتت ايه لونج خلاص. وفي الاخر وير ذا ريزلتس هيلد مي ان كيرنج فور ماي بيشنت الاكسترنال فاليديتي والابليكابيليتي، يعني البوبيوليشن دي هل تبقى تحتي كايدج كجندر ككوموربيديتيز كايفريثينج خلاص. فده اول حاجه حبيت ان انا الفت انتباهكم ليها، ان الكريتيكال ابريزر هو اللي انا قلته بالظبط بس بعين فيها جادجمنت بيزد على نولج. ما ينفعش اجادج شغل وانا ما عنديش جادجمنت، اجادج شغل وانا ما عنديش الباك جراوند بتاعتي. طب نرجع تاني للسندوتشات الجميله دي. الساندوتش ده الساندوتش بتاع مين؟ هو نفس الساندوتش. الساندوتش ده بتاع الناس اللي بتقرا، والساندوتش ده بتاع الناس اللي بتبتدي ايه تعمل جادجمنت عليهم. في الاثنين الانترودكشن صغننه، دي اهم حاجه الريزلتس. هنا من الاول بقى البيربس بتاعه، السؤال ده اصلا فاليد ولا لا، المسج دي فاليد ولا لا، الريزلت دي فاليد وصح ولا لا، الدسكشن دي ميك سنس ولا دازنت ميك سنس. اوكي يبقى انا دايما الساندوتش البيف بتاعها اف يو وانت تو بيف ذا ورك اب ات از ذا ريزلتس وما حولها، اللي وداك انك توصل للريزلتس تفهم معنى الريزلتس. اوكي بكده ابقى خلصت المحاضره واقدر اخد دلوقتي اسئله. اوكي ممكن احنا نريز اور هاندز وانا ممكن اعمل ان ميوت لاي حد عايز يسال اي اسئله خاصه بالمحاضره دي. في اسئله يو كان تقول السؤال، يو كان ان انت تكتب السؤال ام صعب لغايه ما تفكروا في الاسئله اللي احنا خدناها النهارده. هل ازاي اقرا البيبر وايه اللي استفيدوا منها، وبيزيكلي لو انت ريدر بس الاستفاده مني هي خاصه بالجزء الخاص بالريزلتس. اوكي وبيساعدك عشان تفهم الريزلتس وميك سنس ولا المسج والبيربس وتفهمها بالانتربريتيشن من خلال ال اتفضلي يا دكتوره ايمان. دكتوره ايمان لو عايز تسالي سؤال انا سامعاكي. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ حضرتك قلتي ان احنا ممكن ناخد الكونكلوجن ونحطها في الانترودكشن بتاعه الارتكل اللي احنا بنكتبها، لازم اخدها زي ما هي تيبيكال ولا ممكن لازم ولا لازم اعمل لها اعاده صياغه؟ لا هو مفيش حاجه تاخديها تيبيكال. بصي تعالي نتفق على التيبيكال، في نجيب محفوظ وفي عليا ريحان، انا ما اعرفش اكتب زي نجيب محفوظ. اوكي فجزء من نجيب محفوظ، نجيب محفوظ هو السكيلز والتالنتس بتاعته، اي بيبر مكتوبه هي فيها جزء ارتستيك، فما ينفعش تاخدي حق الاوثر اللي هو الارتستيك. طب ايه اللي بيحصل؟ تعالوا مثلا نشوف واحده من الاستاذ اللي احنا قريناها. الاستاذ دي ممكن اللي هي الاستاذ اللي كان بيقارن ما بين حاجه اسمها المايندفولنس والكوجنيتيف ثيرابي. اوكي الاستاذ دي بيزيكلي لو انا قلتها هقول هو جاب الناس اللي عندها لوبك بين، جاب الناس الادلتس اللي عندها لوبك بين واداهم حبه، اداهم كوجنيتيف ثيرابي وحبه اداهم حاجه اسمها مايندفولنس ثيرابي، وناس اداهم تراديشنال
كير او اقول لهم اكسرسايز او اديهم مثلا اورال نون سترويدال انتي انفلاماتوري، وبعد 6 اسابيع شافهم لقوا ان اللي خدوا مايندفولنس احسن ناس اتحسنوا، وان كان كل الناس اتحسنت. اوكي، دي الطريقه اللي احنا بنكتب فيها عشان ما نعملش بلاجرز. الكوبي بيستنج از بلاجرز، سرقه. اوكي، لان انا باخد حق الاوثر في التالنت، او باخد التالنتس بتاعت الاوثر اللي هو قدر يصيغ بيها الكلام، اللي هو الجزء الارتستيك من الكتابه. الكتابة از كرييتيفيتي، فاللي انا بعمله هو اللي انا قلته ده، ان انا بقرا البيبر دي واطلع بينها بي كونكلوجن. اجي اقول لك مثلا بيبر تاني ان في دكتور، في واحد جاب عيانين اللي عندهم اوسيو ارثرايتس واداهم فيتامين دي وايبوبروفين وجينجر وبلاسيبو، وانترستنجلي لقى ان الناس اللي خدوا ايبوبروفين احسن ناس اتحسنوا، الجينجر برغم ان هو كويس بس ما حسنهمش، ما كانش زي ما هو قال خالص. اوكي، فانا دايما باخد الحاجات دي وادايجست واكتبها. ممكن اكتبها مش كده، اقول ان اللي اتحسن من اللي خدوا ايبوبروفين 90%، لكن اللي اتحسنوا من الجينجر كانوا 50%، البلاسيبو 20% بس اللي اتحسن. اوكي، فانت في الاخر عشان نافويد البلاجرزم تاخد المعلومه تقراها تفهمها تدايجست تطلع المين ايديا وتكتبها. اوكي، او ممكن اكتبها بشكل تاني، اقول ان في واحد كان بيبليف ان الفيتامين دي ديفيشنسي هو اللي بيؤدي الى اوستيوارثرايتس بروجريشن، بس ما لقاش دواء، بس السامبل بتاعته كان الاندر سايز، وبالتالي احنا محتاجين نعمل الاستدي. يبقى انا خدت بردك معلومه من الراجل الاوفر اول، بس اجين كوبي بيستنج از بلاجرزم، سرقه علميه. اوكي، السرقه از نوت اكسبتبل، وليها نسب معينه بعديها الشغل ده بيبقى ريجكتد. يعني عامه كل جورنال بتست اي كلام موجود فور سيميلاريتي، ولو لقى حاجه اسمها سيميلاريتي اندكس اكتر من 25% بيريجكت على طول اوتوماتيك. اوكي، السيميلاريتي اندكس 25% ده رقم كده هلامي، لكن لو لقى مثلا 5% في الريزلتس، يعني انت ناقص 5% من الريزلتس، اتس ا ديزاستر. اوكي، فخلي بالكم من الحته دي، فما ينفعش ان احنا نعمل كوبي بيست من اي ستادي. هل لازم اعلق على كل الريزلتس في الدسكشن؟ اه، كل الريزلتس موجوده لازم اعلق عليها، طالما ذكرتها لازم اذكرها، بس هديها وقت قد ايه هي اللي دي بتفرق. هجمع الريزلتس مع بعض؟ اه، ممكن اجمعهم. هفرقهم عن بعض؟ ممكن افرقهم. هي دايما بنحاول انفاسايز الحاجه الكويسه قوي، فبس اعلق عليهم. اه، زي ما ذكروا عندي، انا قلت البرايمري اوت كوم بتاعي كان البين، سكندري ديزابيلتي، فاتوقع لما اجي اقرا ان اول حاجه اقراها البين والثاني حاجه اقراها ديزابيلتي. اوكي، فلازم كل حاجه اتكتبت تتعلق. انا كريدر مش لاقي، مفيش مفروض الاقي امبيجوتي، مش لغز، مش انا قلت لك انا قست بين وديزابيلتي، اوبس ما قلتلكش غير البين، انت بقى دور على ديزابيلتي براحتك. فاي حاجه اتقرت لازم تتكتب، ودايما تبقى القرايه انا كريدر عشان اقرا وابقى مرتاح لازم يبقى في كونسيستنسي. يعني ايه كونسيستنسي؟ لما قلت البين اول حاجه ذكرته كبرايمري اوت كوم، ذكرته كاول حاجه في الريزلتس، ذكرته كاول حاجه في الدسكشن، ذكرته كاول حاجه في الكونكلوجن. فانا كريدر ما اقعدش ادور، يعني اجين تذكروا تو رايترز، واحد كاتب لك المعلومات all over the place وواحد منظمها. كل الساينس عايز اورجنايزد رايتر. اوكي، وبرضك وانتم بتكتبوا تذكروا كل الناس بتكتب باشكال مختلفه. فعندنا مثلا اكزامبلز لناس كتيره زي انيس منصور، ادب رحلات، زي نجيب محفوظ، زي اللي كان بيكتب رجل المستحيل. كل واحد بيدي الوكيت لحاجه لوقت معين. فاللي عايز يكتب سيس زي مثلا زي نجيب محفوظ بيكتب ديتيلز كتيره قوي، غير اللي عايز يكتب في ادب الرحلات بيكلم اودينس ثانيين وبيشوقهم بشكل تاني، ليهم كاركتر ثانيه. فحتى لما اجي كريدر عشان اقرا بيبر محتاج ابقى عارفه انها تكلمني وعشان اقراها، ولو انا هكتب بيبر هي نفس الكلام لازم ابقى انا فاهماها وكاتباها كويس علشان الريدر يقدر يفهمها مني. في اي اسئله تانية؟ حد عنده اسئله تانية؟ في حد عنده اسئله تانية؟ اتفضل. اتفضل. ثواني معلش عليه صوتك يا هولي. انا عندي سؤال، هو حضرتك قلتي ان السكندري ريزلت انا مش بحط عليها السكوب كله صح؟ مش بالكونكلود ابدا. طب انا ازاي هناقشها في الديسكشن؟ اوكي مش هكونكلود. يعني ازاي احطها يعني لو انا جيت خدت من الاستادي بتاعتك، انت قلت لي انك عملت تريتمنت معينه للعيان عشان تحسن البين والفانكشن والبرايمري اوت كوم بتاعك البين. اوكي، لما اجي اخد منك المعلومه هقول البين مالي. اوكي اوكي، لو انت قلت لي السكندري هو السيجنيفيكانت والبين مش سيجنيفيكانت، مش هاخد منك المعلومه خالص. ده سكندري اوت كوم، انت مش ديزايند ليه اصلا، انت غير مؤهل ان انت تجاوب السؤال ده. طب هناقش الاثنين في الدسكشن ولا لا؟ هتناقش اي حاجه سقطتها هتناقشها، بس الويت هي اتس اباوت ويت. اوكي، مش فاهم يعني ايه الويت. معلش يعني انا ممكن اجي اقعد اشرح لك في جمال الشمس. اوكي،
لمدة 10 ساعات وانت تتكلم على القمر مع ان الشمس طالعة نص اليوم والقمر طالع نص اليوم الثاني. ده ويت. انت بتدي ويت لكل حاجة ولازم تبقى سمارت. يعني احنا شفنا اكزامبل واحد كان نيجاتيف ريزلتس فما تكلمش خالص على الريزلتس تحت في الدسكشن واتكلم على النيجاتيف ريزلتس. اوكي فالدسكشن انت بتفسر نتائجك بتفسر ايه الحاجه الاهم فالاقل فالاقل. فلو انا هديها نسب هقول انك يعني هفترض ان انا هدي هفترض جدلا ان انا هكتب 5 باراجرافات اخر باراجراف ده الليميتيشن والكونكلوجن والفيتشر دايركشن اول باراجراف ده سوري اول باراجراف ده بتسمرايز فيه الريزلتس بتاعتك وات داز ات مين. بعد كده الاوفر اول خلاص. بعد كده في الثلاثه باراجراف الباقيين تاخد الاوتكمز بتاعتك كل واحده تاخد لها باراجراف. اوكي ممكن كذا واحده تاخد باراجراف ممكن واحده بس تاخد باراجراف بس على اهميه الحاجه بالنسبه لك فايتس اويت بتحط نسب. يعني مثلا لو البرايمري اوتكم بتاعي في الريزلت اعلى فانا هدي له نسبه اكتر في الدسكشن. لا لا هو دايما البرايمري اوتكم هتدي له مع يعني البرايمري اوتكم ده انا رحت ستاربكس عشان اشرب كوفي ما ينفعش اقعد ساعه اكلمك على الكوكيز بتاعه ستاربكس واكلمك على الكوفي ربع ساعه. تمام يعني هو بس تتكلم او تكسبلين ليه الريزلتس بتاعتك ممكن طلعت نيجاتيف هنا وات داز ات مين وهل ده مشابه للناس الباقيه ولا لا هل في مشكله خليني ابقى مش كونفيدنت في الريزلتس بتاعتك يعني تكون انت قست غلط تكون عملت غلط ولا ولا ده وات هابند فناس ثانيه محتاجه تبص في سامبل سايز اكبر. وبعد كده مثلا لما انا لقيت نتيجه مثلا ان هو اثر على الـ على الـ على الديسابيلتي مثلا بعد كده اجي اتكلم عن الديسابيلتي برضو في الدسكشن بس بسيطه قوي صح. يعني انا فاهم كده صح يعني. انت فاهم كده صح بس هي نسبيه هي مالهاش صح وغلط يعني مش سطر سطرين هي بقيمه المعلومه مش بحجم المعلومه. خلي بالك ساعات البرايمري اوتكم بيبقى اكتر من اوتكم بيسميه برايمري وكو برايمري ممكن يبقى واحد او اثنين احنا بنحبه يبقى واحد دايما بس ممكن يبقى اثنين ممكن السكندري يبقى 20 اوتكم سكندري يبقى ايه ممكن يبقى 20 اوتكم يبقى 20 اوكي ماشي معاك اوكي فخلي بالك ان اجين هي حجم معلومه قيمه معلومه اوكي yeah. وبعض الاحيان المعلومه دي ما تقدرش تتكلم فيها تو ماتش يعني مثلا اوبزرفيشن ستادي انت بتديسكرايب يو كانوت ديسكاس ات تو ماتش هتديسكرايب ايه هو انت اللي شفته اتكلمت عليه ملهاش ميكانيزم انا شفتك مبسوط خلاص انت مبسوط انت حر انت بتحب محشي ورق العنب اتس اب تو يو اوكي ما اقدرش ديسكاس تو ماتش فتعتمد بردك على الريسيرش ديزاين يعني بصي it is not one size fits all اللي عاده في الديسكشن بكتب السمري للريزلتس والمعنى العام بعد كده اخد كل اوتكم اتكلم عنه واخيرا الليميتيشن والكونكلوجن بس الويت جوه هيعتمد على الديزاين بتاع الاستدي وعلى قد ايه معلومات موجوده معلومات مش موجوده انا قايس ايه فيها حاجات كتيره variables في النص. تمام عشان كده ريد كتير فايف يو ريد ا لوت هتعرف ان في فاريشنز كتير خلاص. فانا طيب في سؤال جاي لي why shouldn't I use introduction directly as a reference well ده راجل يعني بصي يعني كان في زمان لعبه بيعلموها لنا للاكتيف ليسننج ان انا ابقى قاعده مع 50 واحد كل واحد يقول ابتدي بقول جمله وتنقل من واحد لواحد لغايه الاخر ده كانت بدايه الاشاعات الجمله اتفهمت غلط فانت بتاخديش ال introduction as a primary as a directly as a reference لان الانترودكشن ده مش شغل الراجل ده الراجل ايه سمع عن فلان الفلاني زي ما بنيجي كده في الاحاديث والقران واعتقد زي سين في الانجيل ان احنا لما بنيجي نتكلم عن حديث او 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 ايه قرانيه لازم نرجع الريفرنس الاصلي يقول له نقول فيما معناه. اوكي فالانترودكشن ده الراجل نقل عن حد تاني ممكن يكون فهم غلط ممكن الانجليزي مش لغته الاولانيه يمكن ترجمها يمكن حصل اي حاجه فيو هاف ان انت ترجع للي قال الحاجه وبعدين انت ليه ادي كريدت لواحد ما عملش حاجه انا دلوقتي اللي قست وده نقل عني تدي ادي الثاني اللي هو نقل عني كريدت. Why should I search for secondary reference what is the critical appraisal what why should I search for secondary reference لا انا ما قلتش search for secondary reference قلت for primary reference يعني لو انا في الانترودكشن لقيت ريفرنس ارجع للاصل. طيب لقيت الاصل ده كان بيتكلم على prevalence of osteoarthritis سنه 90 ودلوقتي كان سنه 2020 بعد 30 سنه ولا 40 سنه اوكي فهحتاج ان انا ارجع للريفرنس ده وادور على other references بقت up to date الدنيا بتتغير من يوم للتاني. What is critical appraisal critical appraisal is judgment يبقى مش قرايه ده قرايه فيها نقد بنقد الشغل بقول ايه كويس فيه وايه الوحش فيه اللي يتحسن فيه اللي ممكن اخده وانا confident فيه. اوكي اي هوب يا رانا كده الاسئله تكون اتجاوبت. في حد عنده اسئله تاني؟
في إيمان المصري عندك سؤال تفضلي. أنا عندي سؤال، حضرتك قلتي في منجم دلوقتي ممكن نستفيد منه اللي هو الليميتيشن والفيوتشر ريسيرش. تمام؟ أيوة بالظبط، الليميتيشن فيوتشر ريسيرش. الراجل قال لك انا مشكلتي سامبل سايز. طب انا ارجع بيه لحدين ثلاثة ولا الموضوع مفتوح؟ لا ساعات بيتكلم عن السامبل سايز، ساعات بيتكلم ان هو مش مستخدم حاجات سوفيستيكيتد او حاجات عايز فيها مقارنات او سب جروبينج. ارجع فيها لكام سنه؟ يعني انا مثلا اخد الرساله من 2005 واتكلم على الليميتيشن بتاعتها، ولا لازم رسائل حديثه خلال سنتين ثلاثه 2015 لحد 2020؟ بصي انا الاسئله دي عندي فيها مشكله. المشكله again it's a puzzle. دلوقتي 2005 هو كتب الحاجه دي في 2005، محدش نشر بعده، محدش حل المشكله. هو ما ينفعش اروح لمشكله قديمه. يعني انا لو جيت قلت لك ان زمان التلفزيون كان ابيض واسود، فاقول لك دلوقتي ان المشكله ان التلفزيون ابيض واسود عايزين نخليه يبقى الالوان، ولا اقول لك دلوقتي ان في سمارت تي في ومحتاجين نخلي السمارت يبقى سمارتر؟ لما بيبقى انا كده في الحاجه اللي هي ريسنت كام سنه فاتوا بس كليميتيشن. انت النهارده قررتي تعملي استدي وقريتي ان واحد عنده في ليميتيشن معينه، حد عمل الاستدي دي بعد كده؟ حد حاول يتعامل مع الليميتيشن؟ لو ما حدش عارف يتعامل مع الليميتيشن يتعامل معاه. طب حد تعامل مع الليميتيشن، هل اتعامل معاه كويس ولا هو كمان عنده ليميتيشن؟ وهكذا. فدايما بصي للموضوع بشكل سكوب اوسع. الاوسع هو ايه؟ بيبر اتنشرت 2005 ما اتنشرش بعديها حاجه خلاص، اند اوف ات. واحده كل يوم بتتنشري كان انت تاخدي القديم تحسيني مش هتتنشر. اوكي؟ ماشي دكتور، شكرا لحضرتك. اهلا. اوكي. اسئله تاني regarding statistics، how can I read them؟ what does the number mean؟ Well, the statistics بتتكون من حاجتين: descriptive statistics inferential statistics. Descriptive بتدescribe. بتدescribe ازاي؟ بحاجات زي mean و median، central tendency ان majority الناس فين، وحاجة اسمها dispersion اللي هي standard deviation و range، واللي هو بيتكلم على ال variation او differences اللي ما بين الناس. لو انا لقيت ان المين بتاعي بتاع الجروب الاولاني سنه كان المين بتاعه 15 والجروب الثاني المين بتاعه كان 12 وكان في significant اللي هو inferential statistics difference ما بينهم، يعني معناها ان الجروب الاولاني للاتش 15 is significantly older عن الناس الثانيين. خلاص لو لقيت الستاندرد ديفيشن ده كبير، الستاندرد ديفيشن كان 50 هو سنه 20 والستاندرد ديفيشن دبل سنه 50، معناها ان البوبيوليشن دي دايفرس ومش هوموجينس. ده كده فكره سريعه. لما اقول significant معناها ان ده لو انا قررت الاستدي 100 مره 95 في المره انا كونفيدنت اقول اقدر اقول ان 95% متاكد انها تطلع ريزلتس سيميلر، الناس دول هيتحسنوا عن الناس دول. 95% لو انا خدت ايبوبروفين وجع الاوستي ارثرايتس هيتحسن عن لو خدت جيل. ده اللي اقدر اقوله. الاحصاء از ا بيج ثينج، فصعب ان انا اشرحها في وقت صغير وما بتاخدش في يوم ولا في لحظه، بس هي اعرف في الاخر هي الاحصاء بتتكلم على ايه؟ ان انا عندي جروبين المين بتاعهم انا بقول معظم الناس فين؟ بتاع الجروب الاولاني ومعظم الناس فين؟ والناس دي الايدج او سوري الرينج بتاعها متوزع ازاي؟ الكيرف بتاعها النورمال كيرف بتاعها متوزع ازاي؟ مفلطح مش احنا قاعدين يقول لك دلوقتي في كوفيد عايزين نلور الكيرف؟ يعني ايه نلور الكيرف؟ يعني نخلي البيك بتاعته تنزل. اوكي؟ المين ينزل، السيفيريتي تنزل، عدد الحالات ينزل. فالإحصاء بتتكلم على central tendency وعلى dispersion variation والناس ومعظم الناس فين، وبتكلم عن مقارنة ما بينهم تخليني أنا أطلع بره الموضوع ويبقى الأرقام بتقول إن في trend يقول 95% أنا متأكد إن ده أحسن من ده أوي. ده كده حاجة سريعة جدا جدا جدا، ولكن الإحصاء تدرس كإحصاء ككورس كامل، مش بتبقى سريعة كده. أتمنى إن ياسر ده يكون قدر يجاوب عليك شوية. في حد عنده أسئلة تانية؟ اتفضل. Do I need a reference for traditional physical survey program conducted to the control group؟ أي حاجة هتستخدمها you have to justify استخدمتها ليه. قد يكون أنت أول واحد تعمل بروجرام، يعني دي برضه دي حاجة من الحاجات اللي إحنا بنقولها. مثلا أنا قررت أعمل أدوية أدي للعيان دواء جديد، ما ينفعش، ده حاجة مش acceptable ethically. طيب قررت ان انا اعمل حاجه زي فيزيكال اكتيفيتي او لايف ستايل اغيرها ما فيهاش هازارد على العيان، ممكن انا انيشيت حاجه، ممكن انيشيت حاجه بس يبقى ليا راشنال، يبقى بجستيفاي انا هاخد ده هخليه يمشي عشان المشي كويس للقلب وكذا وكذا كذا بالبيزك ساينس. اوكي
ممكن اخد بروجرام بتاع حد عامله بس لازم اكتب ان هو اللي عامله، ان هو اللي عامله لازم ياخد الكريدت لي. فاللي انا هكتبه ممكن اقول مثلا ان انا مثلا انا كفيزيوثيرابيست عندي كلينيك بتاعه جامعه القاهره وكلينيك بتاعه عين شمس، جامعه القاهره ماشيه بالبروتوكول ده، فاقول ان انا خدت البروتوكول بتاع جامعه القاهره او البروتوكول بتاع جامعه عين شمس، ممكن اخده اوكي، بس اكتب الريفرنس لي اللوكيشن اللي انا خدت منه كسيتنج، يعني مش لازم تكون منشوره، لان احنا عندنا ديفرنت تايب اوف ستدي، منها براجماتيك. براجماتيك يعني بشوف اللي انا بيتعمل في الريال لايف وبطبق عليه. اوكي، اتمنى السؤال كده يكون اتجاوب يا عرفات. في اسئله تانية؟ اي اسئله تانية؟ طيب يعني استاذنكم ان احنا قدامنا بول ان احنا نشوف عشان نشوف هل ان احنا نجو اكتر او لا. فاتمنى ان الناس اللي موجوده انها تجاوب هل هم استفادوا من الـ من الـ من الورك شوب ده ولا لا، بحيث ان نشوف هل الليفل ده از اديكويت ولا مش اديكويت ونبلد عليه باذن الله في الفيوتشر. Again, remember in the course that sorry, المحاضرة دي is actually designed for a designed mainly for novice readers. الناس اللي تسأل على calculation of sample size هو إحصاء، فهو ليه طريقة حساب قوية ومش تعرف تحسب sample size لو أنت ما تعرفش يعني إيه descriptive statistics. Okay, okay, perfect. بكده لو ما فيش أي أسئلة. لو فيش حد عنده أسئلة يعني I was glad إن أنا أبقى معاكم النهاردة. أتمنى إن شاء الله أنكم تفطروا إفطار سعيد ويكون استفدت النهاردة إفادة مفيدة يعني. وأشكر شركة راست إنها أدت لنا الفرصة إن إحنا نستخدم الأكاونت بتاعها for free من غير ما نقعد ندخل ونخرج. فشكرا ليكم و I wish you all the best. شكرا ليكم.